بسم الله. بص يا شباب، ادي الترانسفورمر زي ما احنا شايفينه اهو، تمام. الترانس دوت لو تشوفوا هو له طرفين، له سلكتين كده وتلات سلوك كده. تلات سلوك ده يبقى بنسميه سنتر تاب ترانس، تمام. فين الطرف الانبوت؟ طرف الانبوت اللي هو الاصفر دوت، اللي هو السلكتين الصفر دول. ساعات بيكون الانبوت دوت تلات سلوك والاوتبوت تلات سلوك. طب منين هنعرف ان ده انبوت وده اوتبوت بقى؟ السؤال بقى، منين هنعرف ان ده انبوت وده اوتبوت؟ قال لك من السمك بتاع الواير دوت. لو القطر بتاع الواير دوت كبير، يبقى بالتالي دوت الانبوت، لان المفروض دوت بيتعرض لفولتج اعلى واقدر من خلاله اسحب تيار اعلى اللي هو الفيشه الحيطه يعني. الجزء الثاني بقى الاوتبوت تلات سلوك، تمام. طب لو كان الانبوت 3، لو كان الانبوت 3 يبقى الترانسفورمر ده بيشتغل على نظامين اللي هو 110 60 و220 50، تمام. لكن لو سلكتين بس، هتلاقي مكتوب عليه كده من فوق الاي سي بتاعه 220 50 هرتز. الاي سي بتاعه حد نقرا كده الكلام اللي على البورده من فوق او على الترانس من فوق كده، هتلاقي اي سي 220 فولت 50 هرتز، وهتلاقي تحتيه على طول بقى ده كده الانبوت. الاوتبوت بقى دي سي. طيب ازاي الاوتبوت دي سي واحنا قلنا ان الترانس دوت الاوتبوت بتاعه هو ما زال اي سي سيجنال؟ ازاي بقى كاتب هنا دي سي وكاتب 12 0 12؟ معنى الكلام ده زي ما قلنا امبارح ان دوت بيطلع 12 فولت، دوت 0 ودوت 12. يبقى الفولت من هنا لهنا على طول اللي هو من السلكتين البرتقاني دول 24 فولت، تمام. لكن من الاسود للبرتقالي 12 ومن الاسود للبرتقالي الثاني 12. طيب السؤال بقى، هو ليه كاتب دي سي؟ قال لك هو كاتب دي سي عشان الابلكيشن اللي بيستخدم فيه الترانس دوت هو دي سي باور سبلاي. فبيقول لك ان الاوتبوت مهندس دوت، نعم يا فندم. ممكن اسال سؤال؟ هو حضرتك هنا دي المفروض دي سي 12 0 12، طبعا لا مش الجهاز ده دي سي، المفروض ما بي مش دي سي. السؤال ان الجهاز ده اكيد هو بيحاول يقربها اقرب ب 12، مش ما بيجيبهاش 12 بالظبط صح؟ لا الاوتبوت بتاع 12 يعني، احنا الاوتبوت بتاع 12. احنا كنا المفروض كنا امبارح في الرسمه كنا بنقول ان احنا بنحاول نوصلها لاقرب رقم اللي احنا ايوه محتاجينه اللي هو زي الخمسه، لما قلنا بنحاول نوصلها لاقرب حاجه ايوه هو وصلها ل 12 يعني، ده يعني. بيطلع 12 ده بيطلع ما طلعناش 12. لو انت 5. جيت، لو انت جيت تقيسها بالاف وبعد ما توصلها، هنوصل دي لفيشه الحيطه وتشوفها، هتلاقي دي طلع 12 بالفعل. تمام. بس ال 12 الاوتبوت دوت هو اي سي. احنا بس عايزين ناكد النقطه دي. دي سي دي كاتبها عشان ابلكيشن فقط لا غير، عشان تمام. الابلكيشن بتاع الترانس ده بيستخدم في الدي سي باور سبلاي. لكن الاوتبوت اللي هو 12 0 12 ما زال اي سي سيجنال، عشان الكلام يكون واضح وما يكونش فيه لخبطه. فكلمه دي سي دي عشان الترانس ده بيستخدم في الابلكيشن بتاع الدي سي باور سبلاي. طب جنبه رقم كده، الرقم اللي جنبه دوت كام؟ 300 مللي امبير. معناها ايه 300 مللي امبير بقى؟ طب هو دلوقتي يا باشمهندس، معناها يا لو ساندرا؟ الامبتو، لو الامبتو اللي داخل ثلاث اطراف، هيبقى كده 60 هرتز. لو الانبوت اللي داخل ثلاث اطراف، يبقى الديفايس ده هيكون مكتوب عليه من فوق كده 220 50 شرطه 110 60. ثانيه واحده. يا دكتور زكريا، قول يا باشا. والله اي حد يعني، قول له علاء، قول له علاء. ليه؟ انا طبعا. ليه؟ طيب ماشي. بس هو اللي عمل الكورس ده كنت انا وهاني محمد، ده في البدايه خالص. يا عم ده انا اللي معلمهم كلهم يا عم.
لا هو هي القصة كلها هو عاوز يرضي المجموعة اللي بتعمل كل شوية تتكلم يعني. أمال إيه؟ طب نرجع تاني مهندس زكريا، انتوا عارفينه بيتكلم كتير بقى. مهندس انا نعم بعت، يا انا باشا، بعت حضرتك على الكمبيوتر دلوقتي، ممكن حضرتك تقبل؟ اي حد بيبعت لي اي حاجه بقبل والله، ما تقلقش. طيب نرجع تاني، ال 300 مللي امبير اللي هو موجودين على الترانس دوت، انتوا معاكم الترانس صح؟ تمام. ال 300 دول يعني ايه بقى؟ معناهم ايه؟ حد يقول مين اللي العيال الشاطرة اللي معانا فين؟ الكرنت اللي بيمشي في الأسلاك بتاعته أو اللي هو بيحتاجه، الكرنت اللي بيحتاجه اللي بيحتاجه فين؟ لا اللي هو عشان بتمشي في يشغل الأسلاك بتاعته. يعني ايه بتمشي في الاسلاك بتاعته؟ يا باشمهندس عندنا سلك سودا وسلك برتقاني، السلك السودا والسلك هو ده البرتقاني ماشي. الفرق بينهم 12، فالكرنت اللي هيكون بينهم هيكون الفرق بينهم 12 فولت، الفرق اللي هيكون يعني بينهم اللي هو الكرنت هيبقى 300 اللي ماشي فيه. ممكن يمشي هو ده يا باشمهندس، 100 هو مللي ده امبير ممكن مثلا؟ أقصى. قول تاني يا حبيبي، مين اللي بيتكلم دلوقتي يا معايا؟ باشمهندس هو ده ممكن يكون أقصى كرنت بيتغير. يعني ايه اقصى كرنت بيتغير؟ ما هو في فرق، ما اسمه ده اللي هو فرق ما بين عشان يحافظ على الباور في الطرفين، فلو هيتغير الفولت، فلما هيتغير الجهد من البرايمري اسمه ده هيقل، هيكون يعني مش عارف يعني مش طيب عارف اقول لك يا باشا، ده معناها هو اقصى تيار، بس اقصى تيار ممكن حضرتك تسحبه من ترانس دوت. يعني انت ممكن تسحب 1 مللي امبير، خلاص ده اللود بتاعك هياخد 1 مللي امبير. ممكن تسحب 10 مللي امبير، اللود بتاعك هياخد 10 مللي امبير. ممكن تسحب 100 مللي امبير، اللود بتاعك هياخد 100 مللي امبير. ممكن تسحب لحد 300 مللي امبير. لكن لو انت عاوز 400 مللي امبير ما ينفعش تسحبه بقى بالترانس دوت. يبقى ساعتها الترانس الوايرنج بقى زي ما واحد منكم قال بس ما عرفش يعبر، الواير بتاع الكويل اللي جوه دوت مش هيقدر يستحمل اكتر من 300 مللي امبير اللي هو 3 من 10 امبير. تمام؟ يبقى معنى الكلام ده، ده كان قصدي ده. معنى الكلام ده يا باشمهندسين، لو انت حطيت لود ما بين الطرف الاسود والطرف ال البرتقالي دوت اللي هو مثلا طالع 12، وحطيت لود المقاومه بتاعتك ب 10 اوم، يبقى انت هتسحب قد ايه؟ يبقى 12 فولت ده طلع 12 صح؟ ده بيطلع 12 فولت، يبقى 12 فولت على 10 اوم، يبقى دلوقتي التيار اللي انت هتسحبه قد ايه؟ 1.2 امبير. 1.2 مل امبير صح؟ ايه اللي يحصل للترانس دوت؟ يتحرق على طول، يتحرق تمام كده؟ عشان التيار داخل، فبالتالي انت عاوز اقصى حاجه يكون 300 مللي امبير، يبقى اللود اللي انت هتحطه هنا اهوت كده لازم يكون متوافق مع 300 مللي امبير. طب دي نعملها ازاي؟ قال لك ان الار بيساوي 12 ال 300 مللي امبير اللي هي على 3 من 10. يبقى 12 على 3 من 10 دي فيها كام؟ اللي هي 120 على 3، 120 على 3 فيها الكام؟ ال 40 صح؟ مظبوط كده؟
مظبوط. يبقى كده عشان خاطر يشتغل يبقى لازم المقاومه تكون اقل مقاومه هتحطهم هنا اهوت عشان تحقق الشرط بتاع 300 مللي امبير 40 اوم، ده اقل مقاومه. طيب هو مش في ساعات يا شباب انت غصب عنك تعمل شورت سيركت؟ مش اقل مقاومه، اعلى مقاومه، يعني ما زودتش عن ال 40. لا يا حبيبي ده انت تزود عن ال 40. بص يا بيه، هات الاي، الاي دي بتساوي كام يا باشا؟ في على ار ال 12 على ال 40. اقسم كده 12 على 40 فيها كام؟ 3 من 10 اللي احنا لسه حاسبينها صح؟ ادي الكالكوليتر 12 على 40 فيها 3 من 10. تعالى بقى انت بتقول انا بقول ان دي اقل مقاومه يعني ما ينفعش تقل على 40. طيب خليها 12 على 50، الرقم هيزيد على 3 من 10 ولا هيقل على 3 من 10؟ هيقل. يبقى 0.24 يبقى ده كويس. أيوه. بالنسبه لي صح؟ أيوه. لو انت زودت عن ال 40 يا باشمهندس يعني خليتها 39، الرقم بتاعك هيكون 3 من 0.31 يبقى زاد عن 300 مللي امبير. تمام. يبقى دي اقل مقاومه. نرجع تاني لمشكله عندنا، المشكله الثانيه بتقول ايه؟ مش انت وانت بتشتغل ممكن تعمل شورت سيركت على الترانس دوت غصب عنك؟ شورت سيركت ده معناها يا باشا معناها ان انت المقاومه تقريبا زيرو، معناها التيار اللي هيتسحب في الكويل دوت هيساوي انفينيتي، هيكون قيمه كبيره جدا جدا. تمام. طيب الكلام ده مش يحرق الترانس؟ طب احنا عاوزين نحمي الترانس بقى دوت، نعمل ايه؟ تركب فيوز بقى ولا تعمل؟ الله ينور عليك، يبقى نركب حاجه اسمها ايه؟ فيوز. فيوز، الفيوز ده موجود في الـ في الـ موجود في الكومبوننت اللي حضرتك شايفها دي اهي، حته بتاعت اللي هي بتاعت الباور سبلاي، الكيس اللي فيه روزتات خضراء كده اللي فيه حاجات خضراء. تمام؟ هتلاقي كده يا باشمهندس اهو، ادي ادي البتاع اللي حاططها من صباعي اهو. انت شايفينها؟ حته حديدتين من طرفين كده وبينهم شعراء سلكايه كده. ايوه في بينهم سلكه شفافه قوي كده رفيعه. ايوه السلكه بقى دي اللي هي بنسميها ايه؟ الفيوز. السلكه دي حضرتك بتحطها عند الانبوت هنا كده ما بين الطرفين بتوع الانبوت دول، يعني اروح جاي قاطع السلكه الصفراء دي من النص. تمام؟ اي تمام. عارف انتوا شايفين ولا لا؟ تمام. اروح جاي قاطع السلكه الصفرا دي من النص كده واروح جاي حاطط البتاع دي كده في النص هنا. تمام؟ ده لو التيار زاد في السلكه دي اللي يتحرق الفيوز دوت، الفيوز ده بربع جنيه والترانس دوت ب 12 جنيه، يبقى انهي الاسهل اللي يتحرق عندي يروح في داهيه؟ هو الفيوز دوت صح؟ فيوز. حاجه ملهاش لازمه انا بحرقها لما اغلط. بس هو حرك الفيوز ازاي بيحميه ازاي؟ الفيوز ده الشعرايه دي ليها اقصى تيار، هتلاقي مكتوب كده على الفيوز بس انا مش شايف الصراحه، يعني انا يعني نظري بعافيه شويه. هتلاقي مكتوب عليه 250 فولت. تمام؟ والامبير بتاعه مش عارف، واحد امبير دي حد شايف حاجه؟ واحد امبير. واحد امبير. يبقى هنا اقصى تيار هتسحبه من هنا 1 امبير. تمام. لو زاد عن الكلام ده الفيوز ده يتحرق. ماشي؟ لو زاد عن الكلام ده الفيوز دوت ايه؟ يتحرق. وبالتالي انت كده حميت مين يا باشمهندس؟ كده حميت الترانس دوت. ابو ربع جنيه دوت يتحرق يروح في داهيه، لكن دوت احافظ عليه لانه اغلى من من الترانسفورمر، اغلى من الفيوز اسف. في مشكله؟ تمام. الناس فاهمه الكلام ده يا شباب؟ كده احنا خلصنا الجزء الخاص بيه الجزء الخاص بيه الترانسفورمر بشرحه. تعال بقى نتكلم على البلوك الثاني في الباور سبلاي اللي هو كان اسمه ايه بقى يا باشمهندس؟ الناس اللي معانا كان اسمه ايه؟ فاير. اسمه الريكتفاير ولا البريدج؟ اسمه الريكتفاير. اسف كان البلوك الثاني سميناه الريكتفاير.
يا روان معانا يا روان. ايوه يا باشمهندس مع حضرتك. مع الدكتور هيثم. لا والله اصلا مش فاتح. ماشي. مع المحاضره ما لحد دلوقتي مستنيينها ما جاتش. طب الحمد لله. ماشي نبدا بقى هنا نتكلم على ريكتفاير. هو باشمهندس معلش قول بالنسبه للمواعيد عشان في ناس برضو عندها محاضرات من 10 ل 2 يا برنس احنا ملناش دعوه. يعني عشان يكون يعني الكلام واضح كده يعني. والصراحه اصل صاحب يعني انا يعني صاحب بليل كدابه مش مهندس انا هكون مع حضرتك واكون مع محاضره ثانيه فهو ما الصراحه ما ينفعش يعني. اتكلم الكليه بقى في الحته دي. والله احنا بص المواعيد ملخبطه وكل حاجه ملخبطه وزي الفل يعني. بس المهم احنا يعني نلتزم بس باللي بنقوله لان التدريب هو 5 ايام وهنقلب ان شاء الله يعني. دي بقى نتكلم على الجزء الثاني يا باشمهندس عندنا اللي هو الجزء الخاص بيه الريكتيفاير. تمام اللي هو البلوك الثاني ريكتيفاير. من المفترض سيادتك كده الريكتيفاير دوت ما هو الا دايود. الدايود ده لو تفتكروا سميناه احنا خدنا انتوا اتعرضتوا لكلمه دايود دي قبل كده؟ حد اتعرض ليها قبل كده؟ اللي هو كان عباره عن ايه الدايود ده؟ بيوحد اتجاه التيار بيخش من ناحيه وبيطلعش من الناحيه الثانيه. الله ينور عليكم برافو عليكم. يبقى عندنا اللي بنسميها البي ان جانكشن او بنسميه دايود. تمام الدايت دوت السيمبل بتاعه في الدايره كده لو احنا هنا رسمناه في اي دايره بيكون كده. نعم مثلث فيه شرط له طرفين. طرف هنا الطرف ده بنسميه الانود والطرف ده بنسميه الكاثود. تمام قال لك انت عندك احتمالين هنا بقى زي ما انتوا بتقولوا كده. اول احتمال ان الدايت دوت يكون له توصيله. التوصيله دي بنسميها الفورورد بايس. تاني احتمال التوصيله دي الفانكشن بتاع الدايت ان هو بيوحد اتجاه التيار بس. لسه هنشوف دلوقتي. تمام. تاني توصيلة عندنا اللي هو الريفيرس بايس. تمام طيب الفورورد بايس دي بتحصل امتى؟ قال لك لو انت يا باشمهندس خدت الدايت دوت كده تعال نرسمه اهو. خدت الدايت ده وطبقت فيه شرط. الشرط دوت ان الفولت بتاع الانود نكتب هنا بين قوسين كده. لو انت خليت الفولت بتاع الانود اكبر من الفولت بتاع الكاثود يبقى التوصيله دي ساعتها فورورد. الريفرس دوت لو انت خليت الفولت بتاع الانود اقل من الفولت بتاع الكاثود يبقى التوصيله دي ريفرس. طيب تعال نشوف كده. يعني لو انا عندي الدايت دوت يا باشمهندس ورسمت كده الدايت ده هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ بص ده هو بيوحد اتجاه وده دي سي اتجاه اللي هيوحده. اه انا تعمدت اكتب كده. الدايت يا باشا بيشتغل مع الاي سي والدي سي وبيشتغل مع كل السورسز. يبقى الفكره بتاعته مش ان هو بيوحد اتجاه ان هو بيعدي التيار في اتجاه واحد بس. يعني ايه وظيفه الدايت؟ بيعدي التيار في اتجاه واحد فقط لا غير. يعني بمعنى يا باشمهندس لو حضرتك مش ده بوزيتيف ده هاي فولت صح؟ يعني اذا الفولت اللي هنا يا باشمهندس الفولت عند الحته دي
اللي هو الفي انود ده عليه هاي، والفولت عند اللي هنا الكاسود ده عليه لو، يبقى دوت كده هاي فولت ودوت كده لو فولت. معنى الكلام ده يبقى انت حققت الكونديشن ده ولا لا؟ يبقى الفولت اللي على الانود اكبر من الفولت اللي على الكاسود دلوقتي، صح؟ صح. طب الدايت ده فورورد، يعني ايه دايت فورورد؟ قال لك يعني بيكون كانه سلكه، كانه كلوزد سويتش في حاله الايديال. يعني في حاله الايديال كيس اهو، تمام؟ ادي الايديال كيس اهو، في عندنا اول حاجه الايديال. هنسميه ايديال ابروكسيميشن. طيب بيكون الدايت ده كانه ايه؟ كانه سلكه، سلكه دي معناها كانه كلوزد سويتش، كانه كلوزد. ادي اهو تمام، وادي كانه سلكه مقفوله تمام، وادي البطاريه بتاعتنا ايه. ايه اللي هيحصل ساعتها بقى؟ اللي هيحصل ان في تيار هيعدي هنا، صح؟ اللي هيحصل ادي التيار بتاعنا هيعدي كده اهو، نخليها بدون تاني. يبقى اللي هيحصل ان في تيار هيعدي كده اهو، والتيار هيمشي في هذا الاتجاه من الانود للكاسود، يبقى هو كده عدى التيار في اتجاه واحد كده. فيها مشكله؟ بس في عندنا مشكلة في الدائرة دي. المشكلة اللي في الدائرة دي يا باشمهندس ان علشان نحمي البطارية لازم حضرتك تحط هنا ايه؟ مقاومة. لان بالشكل دوت التيار اللي هيكون هنا بكام؟ كأنك كنت عامل شورت سيركت على البطارية، يبقى كأنه بانفينيتي، فلازم احط هنا دوت مقاومة كده عشان تليمت الفاليو اوف كرنت. بنسمي المقاومة دي دايما الليمتر ريزيستنس، الار ال، اللي هي بتليمت الفاليو اوف كرنت. ده لو احنا اعتبرنا الدايت ده ايديال ابروكسيميشن، اللي هو كانه كلوزد سويتش بس في حاله الفورورد. طب في حاله الريفرس شوف التشغيله بتاعتنا، يشقلب البطاريه. تعال نشوف نحقق الكونديشن ده، اهم حاجه نحقق الكونديشن ده. ادي الدايت بتاعنا اهو، في ناس عماله تبعت مش عاوز ايه. مين هيتعمل معايا؟ اوكي طيب نرجع تاني. في الحاله بتاعت الريفيرس احنا قلنا الفي انود اقل من الفي كاسود، وادي الانود اهو صح؟ يبقى الانود ده يبقى هنا اللو، اللي هو لان الفي انود اقل، وهنا الهاي تمام. واتفقنا احنا نحط هنا مقاومه اللي هي الليميتر ريزيستنس اللي هي الار ال. السؤال هو التيار في الدائرة دي المفروض يمشي ازاي؟ ارفعه من البز... من الموجب السالب. التيار بيمشي منين؟ في البطارية. قاعد يا غبي، اه مين اللي بيتكلم؟ انا بتكلم. انت مين؟ انا عبد الرحمن. ادي عبد الرحمن يا غبي. البطارية عبد الرحمن بيمشي منين لفين؟ هو البطارية دي ديليفرد ولا كونسيومد الأول؟ يا بودي consumed. يا دي هشتم هشتم في بناتي. اه البطاريه، لا البطاريه 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 هتبقى البطاريه بالديليفر. يا البطاريه بالديليفر تمام تمام. فالمفروض الباور في الدليفر يطلع بسالب، عشان كده لازم يكون التيار ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف كده، عشان لما تيجي تحسب الباور يبقى الباور اهو كنا بنحسبه كده في السيركت. يا يبقى الباور اهو بيساوي النيجاتيف، النيجاتيف ايه اللي هي جت نتيجه ضرب السهم في البولاريتي النيجاتيف بتاع البطاريه، اي قيمه الاي في قيمه الفي. ساعتها الباور يطلع مش المفروض تروح من البوزيتيف للنيجاتيف. بص يا باشا، من البوزيتيف للنيجاتيف امتى؟ من الهاي لللو في اي مكان. أيوة. في اللود، في الكونسيومد، لكن في السورس
بيمشي من نيجاتيف للبوزيتيف الكرنت، ما هو مين بيجنريت الكرنت؟ السورس. يبقى من السورس من نيجاتيف للبوزيتيف. انت لما تيجي تشوف عند المقاومه، عند المقاومه لو انت عند المقاومه بقى اهي المقاومه والتيار ماشي كده، احنا بنقول ده الهاي ده البوزيتيف وده النيجاتيف، يبقى التيار بيمشي في المقاومه البوزيتيف للنيجاتيف. لكن التيار بيمشي من البطاريه منين لفين؟ من نيجاتيف للبوزيتيف، العكس. تمام. طيب ده اتجاه التيار بتاعك يا باشا، ده اتجاه التيار اهو، نعمله بلون تاني عشان يختلف. ماشي. تعال نشوف بقى الدايت ده هيشتغل ولا مش هيشتغل. هو الفي انود ايه علاقته بالفي كاسود؟ اكبر اصغر منه، اصغر منه. ادي الانود ولا الكاسود؟ يبقى الدايت بتاعنا ايه؟ ريفرس. الريفرس ده لو احنا اعتبرنا ان احنا شغالين ايدل ابروكسيميشن، فور ايدل ابروكسيميشن يبقى الدايت ده هنعتبره كانه اوبن سيركت. طيب اوبن سيركت ده كانه دايره مفتوحه اهي، اهي ادي المقاومه وادي البطاريه بتاعتنا. المفروض التيار هيمشي ازاي؟ التيار ماشي ادي اتجاهه، ادي اتجاه التيار. ادي اتجاه التيار. التيار هيمشي كده كده كده، هيلاقي سلكه مفتوحه، هل هيمشي؟ لا. يبقى اذا ده معناه ايه؟ معناه هو عدى التيار في اتجاه واحد بس وما عداهوش في الاتجاه الثاني لما قلبت البطاريه. تمام. يبقى دايما الدايل بتاعنا بيعدي التيار من الانود للكاثود، لكن ما ينفعش يعديه من الكاثود للانود. تمام كده. لذلك لما بيجي يعدي من الكاثود من الانود بيشورت سيركت، بيبقى اوبن من الكاثود للانود. لو التيار ماشي من الكاثود للانود يبقى اوبن سيركت، لو من الانود للكاثود اللي هو الاتجاه الفورورد، لو في الفورورد ده يبقى دوت شورت سيركت كده كانه كلوز سويتش. لما يكون في اتجاه ريفرس ده يبقى اوبن سويتش. تمام كده. اوبن سويتش يعني مش هيعدي اي تيار. فيها مشكله؟ بس الدايود ما زال هو موجود في السيركت في كافه الحالات، هو كفيزيكال اليمنت هو موجود مش بيتشال، لكن هو بيكون كانه مقاومه كبيره جدا انفينيتي في اتجاه ريفرس، ومقاومه صغيره جدا جدا في اتجاه الفورورد. ماشي يا شباب؟ تمام. تمام جدا. بس لو انتوا الدايت دوت لو مصنوع من ماده السيليكون، عشان يشتغل بقى محتاج بطاريه مقدارها سبعه، محتاج اسف سبلاي مقدار 7/10. يعني ايه؟ يعني سيادتك ان هو الدايت ده لو دوت في اس، لو الفولتج دوت في اس والفي اس دوت بيساوي 3 فولت، اللي هيوصل للار لود دوت هل 3 فولت دوت ولا هيوصل له قد ايه؟ قال لك لا، الدايت دوت في حاله البراكتيكال بقى مش الايديال محتاج يسحب فولت عشان يشتغل، لو هو مصنوع من ماده السيليكون 7/10 فولت. تمام. يبقى عشان الدايت دوت يشتغل هنلاقي الكاركترستيك كيرف بتاعته بتكون كده، ده كده بيكون اون اهو عند 7/10 دوت ال V ودوت ال I في حالة الفورورد. فعشان ده يشتغل محتاج هنا هوت فولتج مقداره 7/10. تمام. فبالتالي اللود هنا هوت هيوصل له كام فولت؟ 2.3 عشان الدايود هيكون خد 7/10 فولت. لكن تعالى نعتبر، يبقى اذا في اعتبارين دلوقتي، لما يكون الدايود فورورد ولما يكون الدايود ريفيرس. فورورد في حالة الايديال كأنه كلوز سويتش، وفي حالة البراكتيكال بقى كأنه كلوز سويتش مع بطارية 7/10، و7/10 دي كونسيومد من السبلاي. تمام. يعني بستهلكها من السبلاي عشان الدايت يشتغل. لكن في حالة الريفرس هو اوبن سويتش. فيها مشكلة؟ طب تعال نطبق الكلام ده، تعال ناخد الدايت دوت وندخله في سيركت بتاعة السبلاي بقى بتاعتنا. تعالى ناخد ادي الدايت بتاعنا يا باشمهندس.
وادي الـ AC بس مهندس sources. هسأل سؤال، هو طب في الريسيرف، في الريسيرف ده كده كده ايه لازمته لما هو بيفتح لنا السيركت؟ ايه لازمته بقى معايا فيها؟ مش هيعدي التيار في الاتجاه التاني يا باشا، ما انت قلبت البطارية المفروض التيار هيتعكس زي ما احنا رسمنا من شوية. تمام، ما انا عارف. طب كده يعتبر ملوش اي لازمة؟ ممكن لا له لازمة، هتشوفها دلوقتي. له لازمة، له لازمة كبيرة جدا يعني، يعني بيعدي، له لازمة كبيرة جدا جدا. ادي ادي ابلكيشن عندنا اهو، تمام. ده اي سي سورس، ادي الاي سي سورس اهو، تمام. وادي الدايل بتاعنا، الطرف دوت انود والطرف ده الكاثود، تمام. ده الانود اللي هو الاي، وده الكاثود اللي هو الكي. طيب تعالى بقى هنا، انت عندك حالتين دلوقتي، الحاله اللي فيها السيجنال في الاتجاه البوزيتيف، والحاله اللي فيها السيجنال في الاتجاه الايه، دول حالتين دلوقتي للسورس دوت. تعالى ندرس الحالتين دول ونشوف اللي هيحصل ايه لما يكون الانبوت بتاعك، ات الانبوت في البوست هاف سايكل، ات ان الانبوت بوزيتيف هاف سايكل. طيب تعال نرسم الدائرة بتاعتنا في البوستيف هاف سايكل، ادي الدايد وادي المقاومة وادي السورس، والسورس دلوقتي احنا حددنا داخل له انهي جزء، بس الجزء البوستيف، الجزء الموجب بس، تمام. طيب في الجزء الموجب ده يا باشمهندسين بقى، من المفترض وزع البولاريتي، فين الهاي وفين اللو؟ البوزيتيف دوت ده ريفرنس بالنسبه لنا، يبقى ده كده الهاي ودوت اللو، صح؟ مظبوط كده؟ طيب معنى الكلام اللي الانود دوت داخل عليه ايه هنا؟ هاي فولت، صح؟ طيب علشان يا باشمهندس يمر طيار، لازم الناحيه الثانيه يكون هنا ايه؟ لو. مظبوط كده؟ وبالتالي ال V anode ايه علاقته بال V cathode دلوقتي؟ يبقى هنا، يبقى اذا ال V anode اكبر من ال V cathode. طب لما يكون ال V anode اكبر من ال V cathode، يبقى ده فورورد ولا ريفيرس؟ فورورد. يبقى اذا الدايود از فورورد، صح؟ ايوه الدايود فورورد. طب لما يكون الدايود بتاعنا فورورد، يبقى من المفترض دوت كده اوبن سويتش ولا كلوز سويتش؟ كلوز سويتش. كلوز سويتش، يبقى بيشتغل كانه ورك از كلوزد سويتش، تمام كده. طب لما يشتغل كانه كلوز سويتش بقى، تعال نرسم الدايره بتاعتنا كده دلوقتي. ادي الدايره بتاعتنا ايه، ادي سلك وادي مقاومه وادي السبلاي اللي هو في اتجاه البوزيتيف بس. اتجاه التيار هيمشي ازاي؟ ادي هيمشي كده، نخليه باللون الاحمر او اي لون تاني، هيمشي كده ثم كده ثم كده، صح؟ يبقى يعدي التيار ولا مش هيعدي؟ هيعدي. التيار بيمشي في اللود من الهاي لللو ولا من اللو للهاي؟ يعني من البوستيف للنيجيتيف ولا النيجيتيف للبوستيف؟ بوستيف للنيجيتيف. برافو عليك، هنا بوستيف وهنا ايه؟ نيجاتيف. يبقى طالع كانه ايه؟ كانه بوزيتيف زي ما هو، صح؟ يبقى كنت مدخل بوزيتيف نيجاتيف، طلع بوزيتيف نيجاتيف زي ما هو، فيها مشكله؟ تعال نبص الجزء الثاني بقى، لما يكون الانبوت بتاعك
في النيجاتيف هاف سايكل يبقى ات الانبوت ايكوال نيجاتيف هاف سايكل. هنرسم الدايره بتاعتنا. ادي الدايره وادي السورس. باشمهندس معلش بس يعني هو دلوقتي لما دخل البوت باي سايكل هيوحدها لي كده؟ هو كده خرجها زي ما هي. خرجها زي ما هي. تعال نشوف بقى النيجاتيف ايه اللي هيحصل. تمام. في الحقيقه انا مدخل النيجاتيف بس اهو. فيها مشكله؟ طيب في النيجاتيف بس يا باشمهندس بقى من المفترض فين الهاي وفين اللو؟ يبقى ده الماينس فولت ده ماينس وده ايه؟ بوزيتيف صح؟ طيب صح. يبقى الانود عليه فولتج شكله ايه؟ لو عشان يمر تيار لازم يكون الناحيه الثانيه يكون ايه؟ هاي. معنى الكلام ده ايه علاقه الفي انود بالفي كاثود؟ اقل من اصغر من الفي انود اقل من الفي كاثود صح؟ صح. يبقى تمام. معنى الكلام ده يا باشمهندس الدايدات فورورد ولا ريفيرس؟ ريفيرس. يبقى الدايت ريفيرس از ريفيرس. اوكي اوبن سويتش يبقى شغال كانه ايه؟ اوبن. يبقى ورك از اوبن سويتش صح الكلام ده؟ ورك از اوبن سويتش. طيب اوبن سويتش ده يا باشا تعال نرسم الدايره بتاعتنا. ادي الدايره بتاعتنا ايه؟ ادي السورس وادي المقاومه وادي دي دايره مفتوحه ايه؟ كان داخل عندي هنا الشكل النيجاتيف ده هيطلع ايه؟ مش هيطلع حاجه. مش هيطلع ايه؟ يا ده دايره مفتوحه ياض يا اللي بتقول اوبن 7 ياض ده دايره مفتوحه يا غبي. هيطلع صفر مش هيطلع حاجه. مش هيطلع حاجه. طيار بصفر صح؟ يبقى لو انا مدخل بوزيتيف هيطلع بوزيتيف لو انا مدخل نيت هيطلع ايه؟ هيطلع زيرو صح؟ مدخل بوزيتيف قول كده تاني يا باشمهندس معلش تاني لو انا على الدايره دي بقى دخلت هنا في اللحظه دي بوزيتيف سيجنال هيطلع هنا ايه؟ بوزيتيف بوزيتيف. طب دخلت نيجاتيف هيطلع هنا ايه؟ زيرو. تمام كده؟ ليه؟ ما ايه ده لانها اوبن يا مش دي. ايوه ايوه صح ايوه هيطلع زيرو صح هيطلع زيرو مظبوط كده مظبوط. يبقى اذا يا باشمهندس دلوقتي اذا عندنا لو انا مدخل بوزيتيف يطلع بوزيتيف مدخل نيجاتيف يطلع زيرو يبقى بوزيتيف هيطلع بوزيتيف زي ما هو يبقى الدايره دي كده الاوتبوت بتاع الدايره دي هيطلع بوزيتيف زيرو بوزيتيف زيرو بوزيتيف زيرو. الشكل ده شفناه فين قبل كده؟ شفناه امبارح في ال كان اسمه ايه؟ كان اسمه هاف اللي هي هاف ويف صح؟ مظبوط كده؟ يبقى الدايت دوت عمل ايه؟ وحد لي اتجاه السيجنال بتاعتي في اتجاه واحد بس اللي هو اتجاه البوزيتيف. طب لو انا عاوز اعمل هاف ويف ريكتفاير بس نيجاتيف بولاريتي يطلع لي نيجاتيف بس قال لك عادي بمنتهى البساطه تروح جاي راسم الدايره دي يعني خليها بلون اخر اهوت في حلوقي ادي اي سي سورس اهو قلبت الدايت بس. يبقى اللي هيحصل لو انت مدخل البوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف كده اللي هيحصل هنا اهو الاوت ده هيكون نيجاتيف بس. ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لما هتمشي بنفس الشرح بتاعنا دوت لما يكون كده ده يا باشا بالشكل دوت اقلب الدايت يبقى ده الهاي وده اللو صح؟ يبقى الانود اقل من الكاثود يبقى هنا اوبن سيركت يبقى ما يكون بوست فيطلع زيرو. طيب هنا ده اقلب الدايت كده يبقى الانود اعلى من الكاثود يبقى يكون شور سيركت فيطلع لي الجزء النيجاتيف. تمام؟ ماشي يا باشمهندس؟ باشمهندس نعم. طب دلوقتي احنا قلنا ان الدايت بيشتغل ككلوز كلوز سويتش. طب هو في حاله الفورورد نعم في حاله الفورورد ليش في حاله الفورورد
طب دي ايه الميزه، ايه الميزه اللي فيه؟ طب احنا ممكن نستخدم سويتش وخلاص، ده حتى الدايت زي ما قلنا بياخد 7 من 10 من ال ما انت ما انت بقى غبي. مين اللي بيسال السؤال ده؟ كرم. مين؟ كرم. كرم بص يا عم كرم، انت عم كرم في فرق بين السويتش اللي انت بتتكلم عليه، يعني دلوقتي انا عشان اطفي النور اللي انا قاعد تحت دلوقتي هعمل ايه؟ تك على السويتش وانفصل اليوم فتح الدايره نور لا يا حبيبي، هقوم من على الكرسي بتاعي اه وامشي حوالي مترين بعد كده اروح ادوس على السويتش صح؟ ايوه مانيوال. ايوه لكن اللي احنا فيه دلوقتي ايه؟ ده سويتش اوتوماتيك. صح. ده انت عامل كونديشن معين، الكونديشن بيقول لو الفولت اللي هنا اعلى من اللي هنا عدي، لو الفولت اللي هنا اقل من اللي هنا ما تعديش. وخلي بالك دي ميزة السيمي كوندكتور ماتيريال يا اخ كرم. السيمي كوندكتور ماتيريال يعني في المايكرو، وانا هشرح لكم الكلام ده بالتفصيل الممل طبعا، يعني ان في ميزه مهمه جدا جدا ان الكرنت كان بي كنترول، انا اقدر اتحكم في التيار بشكل اوتوماتيك عن طريق كونديشنز حضرتك بتحددها، فالراجل ده بيطبقها بدون تدخل منك بعد كده. لكن لو انت هتجيب سويتش كده انت محتاج كل شويه تقوم تقفل وتقفل، ما ينفعش طبعا يا مكرم، احنا في عصر التكنولوجيا. ماشي؟ طيب كده ده الهاف ويف ريكتفاير، وعرفنا نطلع البوزيتيف بولاريتي. معلش بس انا الحته لما حضرتك قلبت الدايود دي مش فاهمها قوي، فممكن حضرتك تشرح على الرسمه الخاصه دي؟ حاضر حاضر يا باشا. شايف الدايود ده لما اتقلب؟ شايف الدايود ده اتقلب صح؟ تعالى هقلبه لك هنا، ادي لون، نخلي لون ايه؟ ادي لون اسود اهو، هقلب هنا، ادي الدايود بتاعنا اهو اتقلب اهو، فيها مشكله؟ لا تمام. في اللحظه دي يا برنس بقى الانود عليه ايه؟ لو، والكاسد عليه ايه؟ هاي. الدايود ده هيشتغل مش هيشتغل؟ الفي انود اقل، خلي بالك ها. لما يكون في انود اقل من الفي كاسود يبقى الدايود ايه؟ هيبقى اوبن سويتش. اوبن صح؟ فده هيكون اوبن صح؟ فلما كان بوزيتيف هنا هيطلع حاجه؟ لا مش هيطلع حاجة بقى. بس كده. طيب هنا ادي اقلب الدايت دوت برضه. تمام. ده الانود وده الكاسود وانت شغال له اهو. الانود عليه ايه؟ انود عليه هاي. والكاسود عليه؟ لو. لو. يبقى بالتالي هيشتغل مش هيشتغل؟ الفي انود هيشتغل. اعلى من الفي كاسود هيشتغل، يبقى دي شورت سيركت. يبقى يطلع ايه؟ هيطلع اللو. دي كلوز سيركت بقى مش بالظبط، ده كلوز سيركت اهي. يبقى اللو هيطلع هنا لو، يبقى كان الهاي طلع زيرو وكان اللو طلع لو، يبقى هيديني نفس الويف فورم دي. فهمت بقى؟ تمام. هي القصه كلها احنا قلبنا الدايد عشان ناخد الايه؟ النيجاتيف بولاريتي. فيها مشكله؟ تمام. تعالى بقى نتكلم على، احنا كده خلصنا الهاف ويف ريكتفاير بوزيتيف ونيجاتيف بولاريتي. تعال نتكلم على الفول ويف ريكتفاير بقى. الفول ويف ريكتفاير في عندها نوعين، في فول ويف ريكتفاير باي يوزنج البريدج، وفول ويف ريكتفاير باي يوزنج سنتر تاب ترانسفورمر. تمام. احنا هنتكلم عن حاجه واحده بس، الفول ويف ريكتفاير باي يوزنج البريدج، لان هو ده اللي عندنا. البريدج ده عباره عن 4 دايود. البريدج ده اللي هو قدامنا اوريكم اهوت فاني شنطه من الكيس، لا مؤاخذه احنا لسه في الكيس الاول اللي هو فيه بتاع الحضره يا باشا، لا مؤاخذه يعني. انت بتسال نفس الاسئله. بص يا كبير، هتلاقوا كده في بتاع سودا كده، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا، مش عارف هي الكاميرا مبينه حاجه عندي ولا مش مبينه حاجه. لا حرك كده نمسحها كده. ايوه كده باين الكلام المكتوب باين صح؟ تمام جدا. ادي البريدج بتاعتنا اللي هي مكتوب عليها كي بي 206 وبوزيتيف اي سي نيجاتيف. تمام.
ماشي يا شباب. يا قوم تمام تمام. البتاعه دي بقى البتاعه دي من جوه زي ما هرسم لكم دلوقتي بقى. طيب احنا ممكن نعملها ازاي؟ يا سلام يا سلام عليك يا ابو نبوي يا جيمين. اوكي ممكن نعملها كده ماشي. طيب تعالى بقى نرسم دي كده. ادي الدايت بتاعتنا ايه. ده دايت رقم واحد وادي الدايت الثاني وادي الدايت الثالث وادي الدايت الرابع. أربعة دايتون تمام. لما نيجي نوصل بقى الكلام ده ادي الطرف اهو. عندنا كام طرف؟ ادي اول حاجه الطرف الاول نخليها باللون الاسود كده. ادي طرف اول وادي طرف تاني وادي طرف تالت وادي طرف رابع. يبقى احنا عندنا كام طرف دلوقتي؟ اربع اطراف تمام. الطرف ده والطرف دوت بنسميهم AC. يعني بدخل عليهم الـ AC source. الطرف ده بيطلع منه الـ positive سايد والطرف ده بيطلع منه النيجاتيف سايد. يعني ده هيطلع منه الجزء البوزيتيف زي ما هنشوف كمان شويه وده بيطلع منه الجزء النيجاتيف. طب تعال نوصله ازاي؟ قال لك عندك الترانس اهوت. ادي الترانس اهو. تعال ناخد يعني سيبك من السنتر تاب. تعال ناخد بس الجزء الاول كده اللي هو الطبيعي بتاعنا. نخلي اي لون تاني ماشي. هنوصل ده الاي سي اهو. ده الانبوت اي سي صح؟ هنوصله بالاي سي وده الانبوت الاي سي هنوصله بالاي سي. ومش عايزين نيتف دلوقتي. تعال نخليها جراوند ونشرح على كده. وادي الجزء الاوت دوت اهو. هناخد هنا اهوت كده اللود بتاعنا ده الـ RL. ماشي يا شباب؟ الشباب معانا؟ ايوه يا باشمهندس. ساندرا معانا؟ تمام يا باشمهندس مع حضرتك. تمام. نيجي بقى نبص كده. احنا عندنا اسلام بطل دخول وخروج يا اسلام. طيب تعال بقى نبص هنشرح الكلام ده ازاي. هنشرح الكلام ده عند البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل زي ما احنا عملنا قبل كده. هنا الانبوت اللي داخل هنا اهوت هو اي سي سورس زي ما انتم عارفين اهو اللي داخل عند الترانسفورمر دوت. احنا عندنا حالتين. اول حاله في البوزيتيف هاف سايكل صح؟ يبقى نكتب كده ات يبقى ات البوزيتيف هاف سايكل تمام. تعال ناخد بدل ما ارسم البتاع دي تعال ناخد دي كده تاني اهي كلها على بعضها كده. ادي كوبي ونعملها بيست. ما بياخدش كل البيست ولا ايه؟ ناخدها
ناخدها تاني كده بدل ما نقعد نرسم ونرجع دماغنا. لا هزعل هزعل. للأسف فنقعد نرسمها تاني. طيب ماشي، تجيب اللابتوب بالتاتش. ما انا هقول ايه، بس هقول ايه، مفيش حد عنده دم كده ولا بيفهم. الفهم اتعدم في البلد ده والله. يعني انتوا مثلا 40 واحد اهو، لو انتوا قدمتوا لي هديه في اخر التدريب مفيش مشكله، يعني انا اقبل الهدايا عادي مفيش مشكله. مش مهندس نص اصلا في تريننج سلفين اللابتوب بتاعهم ازاي؟ ايش ايش يعني في الاخر انا اللي هجيب لكم يعني. ماشي بالظبط كده، يعني هم ساكتين ساكتين يعني شويه هيقولوا لك يعني. ماشي ماشي، ادي ال ادي الدايت بتاعنا، البريدج بتاعتنا ايه. معلش بقى يعني هضطر اقعد ارسمها تاني، حاجه ممله الصراحه. طيب انا هرسمها بطريقه تانية بقى، هعمل كده وانتوا فهموا بقى ان الحته دي دايود، ها السهم ده افهموا ان هو دايود، ها تمام، عشان يعني انا اصاب بالجلطه لو انا فضلت نغير لونه برضو كمان عشان تقدروا تستوعبوا. ادي الدايد رقم واحد، وادي الدايد رقم اثنين، وادي الدايد رقم ثلاثة، وادي الدايد رقم اربعة. يبقى دي الاربعة دايد بتوعنا هم. تمام؟ ونسميهم كمان، هنسمي هنا بس وانتوا المسميات بتاعتنا. ادي ده دي واحد هتنطبق على الكل بقى، ودوت كده دي اثنين، وده دي ثلاثة، دي ثلاثة، ودوت دي اربعة، دي اربعة. تمام؟ نكمل بيت الرسمة بقى. هنا احنا قلنا ده هيتوصل بالجراوند، وقلنا ان فيه هنا هوت الترانس بتاعنا، وادي اللود بتاعنا، وادي الترانس الناحية التانية اهو. وهنا داخل انهي جزء بس يا شباب دلوقتي؟ داخل الجزء البوزيتيف. فيها مشكله؟ تعال بقى نفهم، تعال نفهم ايه اللي حصل بقى هنا. تعال نفهم ايه اللي حصل. البوزيتيف دوت معناه هنا ايه وهنا ايه؟ هنا هاي وهنا ايه؟ لو. دوت ان فيس ترانس، يبقى هنا بالنسبه لك دوت ايه؟ ده هاي وده ايه؟ الطرف ده كله، الطرف ده كله نفس النقطة صح؟ يبقى هنا دوت ايه؟ هاي ودوت هاي، مظبوط كده؟ صح يا شباب؟ صح يا باشمهندس. طيب صح يا باشمهندس. والناحية التانية هنا دوت هيكون لو، وده لو، مظبوط كده؟ تعال نمسك دايت دايت كده. الدايت الأول دوت لو الطرف دوت هاي، يبقى عشان يمر التيار فيه لازم يكون دوت ايه؟ لو. لو دوت هاي يبقى الطرف الثاني لازم يكون ايه؟ لو. لو دوت لو يبقى الطرف ده لازم يكون هاي. يبقى الطرف ده لو لو يبقى ده لازم يكون ايه؟ هاي. تمام كده؟ يبقى اذا احنا مسكنا دايت دايت بقى كده، ده احنا سميناه دي واحد، ودوت دي اثنين، ودي دي ثلاثه، وهكذا. يعني مسميات مش محتاجين نقولها ولا نكتبها. دوت دي واحد اهو، دوت دي اثنين، ده دي ثلاثة، ده دي أربعة. تعال نمسك دايت دايت كده ونشوف أنهي اللي فيهم فورورد وأنهي ريفيرس. تمام؟ في الدايت الأول ده، نقفل الفيديو بقى ونشوف. في الدايت الأول دوت نمسك كده علامة خط هنا كده،
الضاد الاول ده فورورد ولا ريفرس؟ فورورد. دي واحد دوت فورورد. ايه علاقه الانود بالكاثود فيه؟ ايه علاقه الانود بالكاثود فيه؟ الفي انود ايه علاقته بالكاثود؟ اقل اقل صح كده؟ الفولت اللي هنا ده الانود صح؟ اه الفولت اللي هنا لو يبقى الفي انود اقل من الفي كاثود صح؟ تمام يبقى الفي انود اقل من الفي كاثود. طيب لما يكون الفي انود اقل من الفي كاثود يبقى ده فورورد ولا ريفرس؟ ريفرس. يبقى الدايود ريفرس صح؟ تمام هنكتب كده على طول ار يبقى ده ريفرس. طيب لما يكون الدايود ريفرس دوت يبقى اوبن سويتش ولا كلوز سويتش؟ اوبن سويتش. يبقى اوبن سويتش صح؟ صح. يبقى دوت كده اوبن. طيب تعال نبص بقى للدايد دي 2. الدايد دي 2 دوت هيكون اوبن ولا كلوزد؟ كلوزد. دي 2 هيبقى الفي انود اكبر من الفي كاثود. الفي انود ايه علاقته بالفي كاثود؟ الفي انود اكبر من الفي كاثود. طيب لما يكون الفي انود اكبر من الفي كاثود يبقى الدايت بتاعنا ايه؟ فورورد. 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 لما يكون الدايت فورورد يبقى ده كانه ايه؟ كلوزد ايه؟ كلوز سويتش. فيها مشكله؟ ماشي يا شباب. طيب الدايت دي 3 ايه علاقه الانود بالكاثود؟ اقل. الفي انود اقل من الفي كاثود يبقى الدايت دي 1 زي 3 صح؟ يبقى ممكن نحط ان هو كده ده كده دي 3 ماشي يا شباب دي 3 ودي 1 مظبوط كده؟ تمام. طيب دي 2 الانود اكبر من كاثود صح؟ يبقى دي 4 ودي 2 زي بعض. لا دي 4 اصلا ما تمرش فيها طيار مش المفروض الدي 1 اصلا مقطوعه؟ يا دي هو انا ماسك الضايه دي 1 لوحده بس دلوقتي ودي 2 لوحده. تمام. سيبنا بقى مقطوعه ولا مش مقطوعه دلوقتي. تمام. كل واحد على حده دلوقتي هنشوف القصه بتاعته وبعد كده هنشوف الصبلاي جاي منين ما تقلقش يعني. تمام. يعني هو يعني دي 4 ماشي كده؟ يبقى دي 2 ودي 4 زي بعض ودي 1 ودي 3 زي بعض مظبوط كده؟ ماشي يا شباب؟ تمام. طيب تعال نرسم الكلمتين دول، تعال نرسمهم. دي 1 و3 اوبن يعني دي ودي اوبن مظبوط؟ نرسمها ازاي؟ طيب تعال نجيب كده هجرب نمسك دي لا ده بيمسح كله. طيب اوكي دي 2 كلوزد ودي 4 كلوزد تمام. طيب ودي 1 ودي 3 اوبن فيها مشكله؟ تعالى نرسم بقيه الدايره بتاعتنا نخليها بلون اخر. ادي بقيه الدايره عندنا ايه؟ ادي ترانس وادي الطرف ده من الترانس اهو ودي كانت متوصله بالجراوند صح؟ والطرف ده متوصل بايه؟ باللود. الهاي فين واللو فين؟ ده كده هاي وده كده ايه؟ لو. فيها مشكله يا باشمهندس؟ تعال بقى شوف اللي كان بيقول مفيش سبلاي. تعال نشوف التيار هيمشي ازاي. التيار بيمشي من السورس من اللو للهاي. ادي هيمشي كده بس بعد كده هيمشي كده بعد كده هيمشي في الدايت ده في الاتجاه الفورورد
في دايود موجود هنا خلي بالك، بس الدايود دوت اوبن يعني هو مقاومه كبيره جدا، فمفيش طياره يمشي الناحيه دي. وادي الاتجاه الطياره اهو، نزل فين هنا دلوقتي؟ نزل في الليمنت. فين دي النقطه البتاع دي اسمها ايه؟ جراوند. الجراوند. نعم يا باشا. يعني هو دلوقتي الطياره هيمشي من نيجاتيف للبوزيتيف، ده في السورس اللي هو الترانسفورمر، وبعد كده في اللود طبعا من البوزيتيف للنيجاتيف. تمام كده؟ تمام تمام. طيب ادي هينزل في الجراوند، هيطلع من الجراوند هنا صح؟ لان عشان يمشي الطيار لازم يكون مسار مغلق. الجراوند ده هو الجراوند دوت، وبعد كده يمشي الجراوند يعني. يمشي في الدايت ده بالظبط كده، بعد كده يخش كده، بعد كده يخش كده. تمام. يبقى ادي المسار المغلق بتاعنا اهوت كده، يفضل الطيار شغال بهذا الشكل. فيها مشكله؟ فيها مشكله يا شباب؟ يبقى فين البوزيتيف والنيجاتيف دلوقتي؟ يبقى ده الهاي، عشان عند اللود اهو يا باشمهندس اللي بيفس على طول في الحته دي، عند اللود الطيار بيمشي من الهاي للود. فيها مشكله؟ تمام جدا. تعالى بقى ناخد ده اول سيتويشن، انهي جزء ده؟ في البوزيتيف هاف سايكل. تعالى السيتويشن الثاني، عقات النيجاتيف هاف سايكل بقى. تعالى نرسم الرسمه بتاعتنا في النيجاتيف. حاجه ممله. تمام. نرسم الدايلز بتاعتنا، نخليها بلون تاني. ادي الدايل الاول، ادي الدايل الثاني، ادي الدايل الثالث، ادي الدايل الرابع. تمام. نرسم دي جراوند، وادي اللود بتاعنا. هيخش انهي جزء دلوقتي يا باشمهندس بقى؟ النيجاتيف. جزء النيجاتيف صح؟ النيجاتيف بقى عندنا هنا ده الماينس صح؟ وده البوست. بما ان ده سنتر تاب، ده انفيس ترانس، يبقى ده النيجاتيف وده ايه؟ البوزيتيف. معنى الكلام ده ان الطرف ده كله البوزيتيف، معنى الكلام ده ان الطرف اللي فوق ده كله ايه؟ نيجاتيف. لما يكون دوت نيجاتيف عشان يمر تيار لازم يكون دوت بوزيتيف، لما يكون ده نيجاتيف عشان يمر تيار لازم يكون ده بوزيتيف، لما يكون ده بوزيتيف لازم يكون ده نيجاتيف، لما يكون ده بوزيتيف لازم يكون ده نيجاتيف. كده احنا تعال نمسك دايت كده بقى، ده كده احنا سميناه دايت دي واحد. ودوت كده دايت دي 2، وده كده دوت دي 3، والدايت دوت دي 4. فيها مشكله؟ تعال نمسك بقى زي ما عملنا في الحته دي، تعال نشوف الدايت دي 1 ايه علاقته بدي 2. دي 1 ايه علاقه الانود بالكاسود؟ هيبقى الفي انود اكبر من الفي كاسود. دي واحد الفي انود ايه علاقته بالفي كاسود؟ اكبر من. تمام. يبقى الفي انود اكبر من الفي كاسود. طيب معنى الكلام ده يا شباب، معنى الكلام ده ان الدايت فورورد ولا ريفيرس؟ فورورد. ده فورورد. دايت فورورد. معنى الكلام ده ان ايه؟ تبقى كلوزد. معنى الكلام ده ان الدايت بتاعنا كلوزد سويتش صح؟ ايوه كلوزد.
كده احنا خلصنا دي واحد. تعال نمسك دي اتنين بقى. دي اتنين ايه علاقة الانود بالكاسود؟ الانود اقل من الكاسود. تمام. الفي انود اقل من الفي كاسود. تمام. لما يكون اقل بقى يبقى الدايب بتاعنا هيبقى اوبن. ريفيرس واوبن. ماشي شكرا على الاضافة. يبقى دوت كده ريفيرس وبعد كده اوبن. موضوع عقيم الصراحة. اوبن. طيب معنى الكلام ده بقى دي ثلاثة حكايته انا اعلى من الكاسو. يبقى دي ثلاثة ودي اتنين زي بعض صح؟ او دي واحد اسف زي بعض مظبوط كده؟ اه تمام. يبقى ادي دي ثلاثة and دي واحد. طيب ودي اربعة. دي اربعة and دي اتنين. يبقى واحد ثلاثة closed واثنين واربعة ايه؟ open, open صح؟ تعال نرسم بقى الكلمتين دول. ادي ادي واحد ده واحد ايه closed صح؟ ادي واحد closed وادي اربعة closed. تمام؟ نرسم بقى بقية الدائرة بتاعتنا. الطرف دوت هيكون داخل الطرف ده هيكون داخل عليه ترانس اهو. الناحية التانية هنا والطرف دوت كده جراوند والطرف دوت في المقاومة ودي ال ار ال. ماشي كده؟ احنا مدخلين نيجاتيف. مدخلين نيجاتيف دوت يبقى الـ الشكل بتاعنا كان هنا الماينس وهنا الايه؟ البوست. صح الكلام ده؟ احنا مدخلين هنا النيجاتيف اهو. طيب تعال نشوف بقى اتجاه التيار. اتجاه التيار في السورس بيمشي من نيجاتيف للبوست هيمشي كده. وبعد كده يمشي كده. وبعد كده يخش في الدايت دوت. وبعد كده يمشي كده. بعد كده ينزل كده. نزل فين؟ في الجراوند. يطلع من الجراوند. بعد كده يخش في الدايت ده. بعد كده يخش كده. يبقى في مسار مغلق اهو صح؟ ده الاتجاه بتاعه. مظبوط كده؟ مظبوط. طيب السؤال بقى كان كنت مدخل هنا هو ده كان هنا ايه؟ كان هنا نيجاتيف صح؟ اه طالع هنا بوزيتيف ونيجاتيف وكان هنا بوزيتيف طالع برضو بوزيتيف ونيجاتيف. البولاريتي دي هي بالظبط نفس الايه؟ البولاريتي دي يبقى الدايركشن بتاع ده ثابت هو نفس الدايركشن بتاع ده صح ولا مش صح؟ صح. وده هاي لو يبقى الدايركشن بتاعنا بوزيتيف. يبقى كنت مدخل بوزيتيف طلع بوزيتيف ودخل نيجاتيف طلع مين؟ بوزيتيف برضه. بوزيتيف برضه يعني الاوت بتاعنا طالع كده. الشكل دوت شفناه فين؟ فول ويف. فول ويف بالظبط كده. يبقى كان داخل لي كده طلع كده. مش ده كده فول ويف ريكتفاير؟ بوزيتيف بولاريتي. تمام. بس كده اتفهمت؟ تمام اتفهمت. اه تمام. طيب تعال نشوف الاوت بقى. الاوت هنا هو الفي اوت بيساوي الاوت من هنا لهنا من النقطه دي للجراوند. عشان اوصل من النقطه دي للجراوند يبقى همشي على دايت واروح هنا والجراوند ده هو الجراوند ده هنا همشي على كام دايت تاني على دايت تاني. لو الفولت دوت في سكندري يبقى الفي اوت بتاعنا الفي اوت وانت بتعتبر الدايت بتاعك ايديال بيساوي الفي سكندري بتاع الترانسفورمر فور ترانس.
ده لو كان الدايت بتاعك ايه يا باشا بقى؟ ايديال. لو انت اعتبرت ان الدايت بتاعنا ايديال ها؟ لو احنا يعني ده كده فور ايديال. طب لو براكتيكال بقى يا باشمهندس الاوت هيكون ايه؟ لو احنا اعتبرنا الدايت ده براكتيكال الاوت هيكون ايه؟ البي اوت بتساوي الافشنسي بتاع ال لو بريك لا سيبك من الافشنسي بتاع الترانس احنا بنتكلم دلوقتي الفي سكندري بتاع الترانس احنا هنا خلاص بعد ما عندنا الترانس اهو احنا بنتكلم على الفولتج هنا بص خلاص عدى بقى الافشنسي وعدى كل حاجه اللي انت بتتكلم فيها دي يعني هنا اهي ده كده في اس مظبوط كده؟ احنا قلنا لما يكون الفولت اللي بياخده الدايت يعني الله ينور عليك مين اللي بيتكلم انا رنا الله ينور عليك يا دكتوره رنا تربيتي ما شاء الله طيب كام بقى رنا عشان اشكر فيكي اكتر هو نفس الرقم اللي قلناه في الاول يعني اللي هو كام يعني 0.7 طب 0.7 للدايت الواحد صح صح انت عندك انت عندك كام دايت شغال دلوقتي 2 يبقى 0.7 و 0.7 يبقى هنا هو عباره عن في اس ناقص 1.4 صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ انا هنا ده شغال هياخد 7 من 10 وده شغال هياخد 7 من 10 ودول في اس مش... نعم يا باشا لو هو مش سيليكون بياخد 7 من 10 تمام لو هو سيليكون 7 من 10 لو هو جرمانيوم وانت عندك حاجتين يا سيليكون جرمانيوم سيليكون 7 من 10 جرمانيوم 3 من 10 ماشي كده بس معظم الضغط اللي احنا شغالين بيها سيليكون يعني يبقى الفي او بيساوي الفي اس ناقص 1.4 فيها مشكله ها يا شباب لا يا باشمهندس ماشي تعالوا بقى ناخد كده احنا شرحنا السبلاي والفلتر شرحته امبارح والريجليتور وعباره عن زينر دايت يعني مش عاوز يعني اتقل معاكم في الشرح كتير يعني طيب تعالوا بقى نتكلم على باذن حضرتك يا باشمهندس اتفضل يا فندم انتوا ايه؟ كنت عايز اسال سؤال بس اتفضل والبريدج ده بقى انا ممكن استخدمه في ايه يعني البريدج اول حاجه هو توحيد اتجاه السيجنال اهو يا باشا السيجنال تخش لي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف اخدها يا اما بوزيتيف بس يا نيجاتيف بس مش ده ريكتيفاير مش ده ريكتيفيكيشن بروسيس احنا شرحناها امبارح بس هو وده اللي عمل الكلام ده اصله الدايود بقى الدايود ده لان هو مشى التيار في اتجاه واحد بس ومنعه في الاتجاه الثاني قدر يتحكم في التيار الكرنت كان بي كنترول ده مثل ايه السيمي كوندكتور ماتيريال والابلكيشن بتاعها اللي هو الدايت دوت بيعدي التيار في اتجاه الفورورد ويفلوب في الاتجاه الايه؟ الريفرس فيها مشكله؟ لا تمام تعال نشوف الكلام ده بقى بشكل عملي يا باشمهندس احنا مش هنشتغل اي حاجه بايدينا كله شرح ولا ايه؟ لا انا امال انا بقول ايه يا ابني؟ يعني هنبتدي هنعمل يعني هنبتدي شرح عمل ايه انت هنبدا دلوقتي حالا اوريكم السيميليشن بتاع دوت تمام وبعد كده ثانيه واحده بقى اوكي ماشي يا سيدي في برنامج كده هنشتغل فيه مع بعض سيميليشن الاول اسمه المالتي سيم بصوا يا جماعه دلوقتي عشان نكون فاهمين الدايره بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها بقى اللي هنقعد نشتغل عليها النهارده وبكره فين ادي الدايره بتاعتك اهي
ماشي احنا عاوزين نسيب دي كده نظن كلير كلير. ادي الدائره بتاعتنا يا شباب. اول حاجه عندي ترانسفورمر الترانس دوت كم طرف يا شباب اللي معانا؟ خمسه طرفين وطرف اوت صح؟ طرفين انبوت وتلات اطراف اوت صح؟ في طرف برتقاني واسود وبرتقاني. يبقى هنا البرتقاني والاسود والبرتقاني، الاسود ده هنوصله بالجراوند. فيها مشكله؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام. بعد كده هنروح جايين موصلين البريدج. البريدج زي ما قلنا ثلاث اطراف اربع اطراف اسف. ادي الطرف دوت ده الطرف دوت اي سي وادي الطرف دوت اي سي. تمام. الطرف دوت احنا قلنا بوزيتيف صح؟ والطرف ده النيجاتيف بتاعه. هناخد بقى دوت كده ده كده ده الدايد الاول ده الدايد الثاني ده الدايد الثالث ده الدايد الرابع. بعد كده عندنا قلنا ده كده الريكتيفاير. بعد كده قلنا عندنا ايه؟ عندنا الفلتر صح؟ الفلتر دوت ما هو الا كاباستور. الكاباستور ده له بولاريتي، طرف بوزيتيف والطرف الثاني نيجاتيف، هنوصله بالجراوند. تمام. بعد كده عندي الكاباستور دوت يا شباب، خلي بالك برضو الناس تركز معانا افتح الكاميرا اهو. الكاباستور دوت اللي هو عباره عن المكثف اللي انتوا شايفينه دوت ده اللي هو الكيميكال اللي هو لو بولاريتي. لو انت بصيت للرجول بتاعت الكاباستور دوت هتلاقي في رجل طويله ورجل صغيره قصيره. تمام. شايفين؟ ايوه ايوه باشمهندس شايفين. الرجل الطويله دي البوزيتيف والرجل القصيره دي النيجاتيف. فهنروح جايين موصلين البوزيتيف دوت هنا والنيجاتيف دوت هنا. طيب الخطوه اللي بعد كده يبقى دي خلي بالك دوت الاي سي، الطرف دوت الاي سي والطرف دوت الاي سي والطرف دوت البوزيتيف والطرف دوت النيجاتيف. والاطراف دي لو انتم شايفين البريدج هتلاقوا البريدج اربع اطراف مظبوط كده؟ مكتوب عليها كده اللي هي الحته بتاع اللي انا وريتها لكم السودا دي، مكتوب عليها بوزيتيف اي سي اي سي نيجاتيف. تمام كده؟ ماشي يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. حد بقى تمام يا باشمهندس يريسبونس كده يقول لي اللي احنا مع بعض يعني. طيب كده عرفنا ادي الطرفين بتوع الاي سي هيتوصلوا بالطرفين بتوع الترانسفورمر اهو. الطرف بتاع البوزيتيف هيتوصل بالكاباستور، وفي الطرف البوزيتيف بتاع الكاباستور هيتوصل بيه، والطرف النيجاتيف هيتوصل بالجراوند. بعد كده عندنا الجزء اللي هو الريجليتور، الحته الحديده دي. احنا في عندنا حاجتين، الحديده دي لها كام طرف؟ لها ثلاث اطراف صح؟ انت دلوقتي بتطلع انهي جزء؟ بتطلع الجزء البوزيتيف صح؟ الجزء البوزيتيف دوت من المفترض هيتلاقي مكتوب عليه كده 78 12. تمام. هو له ثلاث اطراف، اول طرف اللي هو الانبوت، الطرف الثاني جراوند، الطرف الثالث اللي هو الاوت. ماشي كده. اجي بقى في كباستور كده، الكباستور دوت كده عامل زي الترمسايه صغير جدا كده اهو، شايفينه؟
هروح جاي موصله هنا. الكباسور ده ملوش بولاردي، الترمسية الصغيرة دي ملهاش بولاردي، عشان كده ما رسمتش واحدة بوست وواحدة نيجاتيف. هروح جاي موصل دي بالجراوند، وادي الاوت بتاعنا اهو، ده كده الاوت هناخده من هنا. المفروض الاوت دوت يطلع لي كام فولت هنا؟ كام فولت؟ 12 الكباستر ال 12 فولت بعدين 104. اه يبقى الاوت المفروض يطلع لي 12 فولت. كده احنا طلعنا ايه يا شباب؟ كده طلعنا البوزيتيف بولاريتي اللي هو 12 فولت. لو احنا خدنا بقى الطرف النيجاتيف ده، تعال ناخده بلون، لو احنا خدنا الطرف ده اهو، وصلنا الكباستور كده بس هنا نيجاتيف صح؟ فهنجيب الكباستور اللي هو لو بولاريتي، وصلنا النيجاتيف الناحيه دي، وصلنا البوزيتيف بالجراوند، يبقى ده نيجاتيف وده بوزيتيف. عشان كده احنا مدين انك اثنين كباستور من اللي هو الكيميكال دوت، هتلاقي عندك اثنين صح؟ صح. كل واحد هيلاقي عنده اثنين كباستور. تمام جدا. هيا اخد دول كده واروح جاي بعد كده موصل بالريجليتورز. الريجليتور دوت اللي هو 79 79 12 ده يطلع لي ايه؟ سالب. تمام كده؟ الطرف الثاني هنوصله بالجراوند. ادي الطرف الثاني بالجراوند. طب باشمهندس انا الريجليتور عندي الاثنين 79. هتكون محتاج تغير واحد بقى، هنشوف يعني. تمام ماشي. يبقى هنا ده ادي الكباستور اهو، الكباستور ده اللي هو الترمسيه الصغيره دي اللي هي مكتوب عليها 104، وادي الاوت اهو. الاوت دوت كام فولت بقى يا شباب؟ سالب 12. الاوت ده كده من هنا لهنا بسالب 12 فولت. ده الكباستور اللي هو اللي مكتوب عليه 104. ايوه اللي هو ايوه. مش هو في رجلين بس، طرفين بس. ما ادي رجلين يا برنس، ادي رجل وادي رجل، رجل هتوصل بالريجليتور ده ورجل هتوصل. تعال نبص، ده الكباستور اللي هو مكتوب عليه 104 علشان برضو ايه يعني ما يكونش حد له عذر. ده الكباستور مكتوب عليه 104 وده الكباستور اللي هو مكتوب عليه 104. تمام. وده الكباستور مكتوب عليه 1000 مايكرو فاراد. اليو دي مايكرو. وده الكباستور المكتوب عليه 1000 مايكرو فاراد. وادي الترانس دوت اللي هو الفولت من هنا لهنا، اتناشر ومن هنا لهنا ناقص اتناشر. تمام. ده كده اتناشر اهو، ده كده اتناشر، ودوت كده اتناشر، وهو كده كده اي سي. والترانس دوت من هنا اهوت لهنا كم فولت بقى من هنا لهنا؟ 24 صح؟ والانبوت ده اللي هو الاي سي، الاي سي ده اللي هو 220 فولت كم هرتز؟ 50 50 هرتز. ماشي. دي كده كل الدايره بتاعتنا بالتوصيل بتاعها. بس في حاجه هنا خلي بالكم بقى، في كده احنا اتعرفنا على كل الكومبوننت دي كلها. الفيوز دوت هنحطه فين؟ هنحطه هنا كده.
في البداية هنا كده هتروح جاي موصل الفيوز ده اهو وادي الطرفين اهم الطرف ده وده توصله بالفيشة في الحيطة تمام ومدينك فيشة كمان اللي هي الفيشة السوداء اللي انتم شايفينها دي اللي هي دي تمام طيب نيجي بقى نبص كده في بتاع اخضر كده مدهولك روزيتات خضرة كده صح؟ دي بنسميها روزيتا او كونكتور دي بنسميها روزيتا او كونكتور مدينك اثنين فيهم ثلاث اطراف طب ليه ثلاث اطراف دول؟ الترانسفورمر ده يا باشمهندس زي ما انت شايف هو حجمه كبير زي ما انت شايف كده ماشي؟ يا قوم انتوا معايا؟ لا يا باشمهندس محمد ايوه يا باشمهندس معايا الترانسفورمر دوت كبير كده ده من المفترض ده جسمه بره ده هيتوصل بالفيشه ادي الفيشه بتاعتنا اهي اهي هتوصل بالفيشه كده ادي الطرف كده اهو وادي الطرف الناحيه الثانيه اهو طبعا احنا هنقطع الحته دي ونعليها ونلزقهم مع بعض مش كرتون والكلام ده تمام التلات اطراف دول شايف جسم شايف جسم الترانس دوت تقيل جدا بالنسبه للبورد اللي احنا هنعملها صغيره فقال لك بدل ما تحط السلوك دي على طول في قلب البورده بدل ما احط السلوك دي كده في البورده كده لا ده احنا هنروح جايين يعني حاطينها الاول هنحط الروزيتا اللي هي الروزيتا دي ومن الطرف ده اهو الطرف بتاع الروزيتا ده هنحط السلك بتاعنا دوت كده والسلك ده بتاعنا كده والسلك التالت كده يبقى التالت سلوك كده يبقى انت على البورده بتاعتك اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي بدل ما تحط جسم الترانسفورمر ده هنحط ايه؟ هنحط روزيتا، والروزيتا دي اول ما تحطها انت هتسمي الرجل دي اي سي وده جراوند وده اي سي. خلاص بعد ما نخلص البورده بتاعتنا انت عارف انهي اي سي وانهي جراوند تروح جاي فك بالمفك كده وتربط السلوك بتاعتك بمنتهى البساطه. طيب في روزيتتين بقى تانيين او روزيتا طرفين اللي هو دول. الروزيتا الطرفين ده اللي هناخد منها منين؟ الايه؟ هناخد منها الاوت روزيتا الطرفين دول هناخد منها الاوت ودي هناخد منها الاوت فيها مشكله يبقى الشكل اللي قدامنا ده يا باشمهندس هو الدايره اول دايره هنوصلها مع بعض دي اول دايره هنوصلها مع بعض تمام تعال نبص بقى نشوف الكلام اللي احنا عمالين نهري فيه دوت كده على برنامج السيميوليشن لما اوصل بقى فين بتاع الحاجات دي مصطفى تعالوا بقى هنا نعمل سيميوليشن للكلام ده بقى شير للسكرين ادي السكرين بتاعتنا ده برنامج يا شباب اسمه مالتي سيم البرنامج ده من احد البرامج الرائعه جدا 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 في السيميوليشن يعني البرنامج ده فيه كل الكومبوننت اللي ممكن تتخيلها ولا تتخيلها في كل الاجهزه اللي هنا اللي ممكن اعمل بيها ميجرمنت يعني. لو احنا جينا كده في البدايه حبينا يعني نعمل سيميوليشن للدائره البسيطه اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت الدايود دي. ادي الدايود اهوت عادي. الدايود المشهور بتاعنا اللي هو الاثنين ان اربع اتنينات او 1 ان اربع اتنينات. ناخد اي دايود من دول. ونتعامل بيه ادي دايد اهو تمام فيها مشكله وعاوز مقاومه
ادي مقاومه اهي، عاوزين مقاومه ريزيستنس واحده فقط لا غير. تمام، وعاوزين سورس ادي السورس بتاعنا اهو. مهندس هو ده البرنامج اللي عندنا؟ لا لا لا، ده انا بعمل لكم سيميليشن بس، دي الحاجات اللي احنا كنا بنعملها فقط لا غير. ممكن نجيب فانكشن على طول اهو. ماشي، تعالوا بقى كده. لو احنا جينا وصلنا، هنوصل الدايل بتاعنا اهو، وبعد كده ادي المقاومه دي هنوصلها. دي الدايره اللي احنا عملناها اول دايره، وتعالى هنشوف الاوت بتاعها. اول دايره اللي هي الهاف ويف ريكتفاير اللي احنا عملناها. تمام، هنيجي نبص كده يا باشمهندس. عايزين نحط جراوند. ادي الجراوند اهو. طيب، في جهاز عندنا، الجهاز ده بنسميه الاسلوسكوب. تمام، الاسلوسكوب دوت وظيفته ان احنا بنعرض عليه السيجنال. تعال نعرض الانبوت ونعرض الاوتبوت. ادي الانبوت بتاعنا اهو. تمام، لو احنا جينا وادي ده بيك جراوند، ادي الفون جنريتور. سي احنا هندخل ساين سيجنال يا باشمهندس، والفريكونسي بتاعنا سي بواحد كيلو هرتز. ادي واحد كيلو هرتز. تمام، والامبليتيود بتاعك ب 10، والاوفسيت فولتج بتاعنا ب 0. تعال نشوف كده. ادي نشغل كده ونشوف السيجنال اللي احنا هنشوفه. ادي السيجنال بتاعتك اهي. تمام، السيجنال دي علشان نفردها احنا شغالين تشانل 1، ده كده بنقللها ونصغرها، وده كده بنفردها. ادي التايم سيجنال اهي. تمام، ادي الساين ويف بتاعنا. حد عنده مشكله فيها؟ لو انت جيت تشوف، هو السكيل بتاع 5 ديفيجن، 5 ديفيجن ده بتاع تشانل اي، او 2 ديفيجن. تعالى دول كام ديفيجن؟ دول كام ديفيجن يا باشمهندس؟ ديفيجن دي يعني مربع. الشباب انتوا معايا ولا مش معايا؟ حضرتك اربعه؟ ايوه يا باشمهندس. دول كام مربع كده من الميكسون؟ اثنين. اثنين في 10 بكام؟ اثنين في 10 بكام؟ اثنين في 10 ب 20. 20، احنا قايلين الفولت اللي احنا مدخلينه بكام؟ 10. بس ده البيك، ده البيك. ها؟ طب من بيك تو بيك يبقى كام؟ 20. 20 صح؟ صح ولا صح؟ انا 10 بيك تو بيك تبقى 20. يبقى 20، يبقى زي ما احنا حسبناها كده مظبوط، مظبوط كده؟ تمام. طيب الجزء اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده الفريكونسي بقى، شايف الفريكونسي دي واخده كام بيريود؟ واخده بيريود واحده، واخده 1 ديفيجن صح؟ مربع. ال1 ديفيجن دوت السكيل بتاع التايم بيساوي كام؟ 1 ملي سكند بير ديفيجن صح؟ صح. يبقى مربع في 1 ملي، يبقى ده كده التايم بتاعك 1 ملي. 1 على 1 ملي يديك كام؟ 1 كي. مش احنا الفريكونسي بتاعنا هو 1 كي؟ ايوه، بس كده. تمام، طب انا عاوز اعرف الفولت كسكوب. ادي الفولت بتاعك اهو، الفولت بتاعك البيك فولتج بتاعك اهو بي 9، لو احنا جايبينه بالظبط اهوت كده 9 بوينت، على حسب بقى الكيرشر دوت لما نقف، بس هي القصه بقى محتاجه سنسيتيفيتي كبيره. 9.963 مثلا، فيها مشكله؟ طيب ده كده الانبوت. تعال نشوف الاوتبوت بقى، تعال نشوف الاوتبوت. هالاوتبوت دوت هنخليه على التشانل، التشانل الثانيه اللي هي التشانل بي اهو. تمام، تعال نشغل كده.
انا هنقلل نخلي ده 5 وده 5 عشان يكونوا بنفس السكيل او نخلي دوت كده تعالوا نبص كده هو الانبوت كان على تشانل A صح؟ الانبوت احنا كنا حاطينه هنا اهو ده كده على تشانل A تعالوا نرفعه فوق كده ادي الانبوت بتاعنا اهو تمام؟ والاوتبوت على تشانل B ادي الاوتبوت اهو شفتوا الاوتبوت شكله ايه علاقته بالانبوت ولا ما شفتوش؟ شفت ده الانبوت اهو AC الاوتبوت بالنسبه لنا ايه؟ ده بوزيتيف بولاريتي هاف ويف ريكتفاير صح؟ ايوه بوزيتيف بولاريتي هاف ويف ريكتفاير طيب تعال نشوف بقى يا باشمهندس ال ال الفولتج بتاعه قد ايه؟ لو احنا جينا هنا كده التشانل ايه؟ انا على الكيرسر رقم 2 ها؟ الكيرسر رقم 2 هو اللي شغال معايا دلوقتي التشانل A كان 9.985 بص يا شباب الكيرسور هنا بتاعنا كده ركز بقى كده في حاجه انت الكيرسور رقم 2 اهو رقم 2 دوت كده التشانل A كان 9.985 والتشانل B المقدار بتاعك بيساوي كام؟ 9.307 اطرح الرقمين دول من بعض اطرح الرقمين دول من بعض هيطلع تقريبا 6 من 10 3.193 ناقص 2.546 طالع تقريبا 0.65 اللي هو تقريبا 0. كام اللي احنا قلناها من شويه؟ مش احنا قلنا الدايد عشان يشتغل محتاج 0.7 بس كده هي دي الفكره بتاعتنا بقى حد عنده مشكله؟ لا تمام يا باشمهندس ادي الكلام بنسبته عملي اهو تعالوا بقى نحط في نفس اللحظه كده تعالوا نحط كده هنشيل السلكه دي اهي ونحط كاباستور فين الكاباستور؟ ادي كاباستور 1000 مايكرو فاراد تعال نحط الكاباستور بقى اهو هنيجي هنا نوصل من النقطة دي للنقطة دي وده للجراوند فيها مشكلة؟ تمام تعالوا بقى هنا ادي الاوتبوت بتاعنا اهو تعال نشوف الاوتبوت هيكون شكله ايه الاوتبوت شكله ايه؟ عندنا هنا كده ده خط كانه دي سي اهو ها؟ طيب تعالوا تعالوا نقلل ال 1000 دي نخليها 500 الاول بس نقلل القيمه دي بدل ما هي 1000 نخليها 100 مثلا ونعمل رن تمام الخط شكله ايه انت شايف فيه هنا بان فيه تعرجات هنا مظبوط تعالى تعالى عشان يوضح تعال نخلي دول الفريكوانسي ده زي ما داخل عندنا ال 50 هرتز زي ما اللي هو الويف فورم بتاعتنا 50 هرتز اهي مش احنا مدخلين 50 هرتز؟ مظبوط بص نقلل السكيل بتاع التايم شايفين؟ ظهر الريبلز بتاعتنا ولا ما ظهرش؟ ظهر اللي احنا عملناه
اللي احنا كنا عملناها بتاعت الكباستور اللي عملناها امبارح صح؟ ايوه مظبوط كده؟ لو احنا جبنا دي عند الزيرو خليناهم منطبقين على بعض، جبنا دي عند الزيرو وجبنا دي عند الزيرو، هتلاقي بص ادي اهو شحن وبيفرغ، شحن وبيفرغ. نفس الرسمه اللي رسمناها امبارح. نفس الرسمه اللي احنا رسمناها امبارح بالظبط. طيب نيجي هنا، لو قللنا الكباستور تاني او كبرناه، يعني رجعنا تاني للوضع بتاعنا اللي هو 1000 وعملت سيميوليشن، شايف الاوت الريبلز دي قالت ازاي؟ اه طيب كل يبقى انا هسالكم، كل ما تقل قيمه الكباستور اهوت، لان انت دلوقتي 1000 مايكرو الكباستور بيزيد صح؟ ايوه. طب تعال نخليه بالبيكو بالاقل، تعال نخليه 1 مايكرو اهو ونشوف. شايفين حاجه بالمناسبه، يعني شايفين حاجه؟ ما حصلش الريكتيفيكيشن صح؟ اه هو شحن وفرغ على طول مظبوط كده؟ تمام. تفص بالشحنه شحن اهو وفرغ، فرغ في زمن قد ايه؟ انتوا فاهمين حاجه؟ ايوه. يا قوم الناس معايا ولا مش معايا؟ بقيت الشباب دول معانا، هو البنات دانا وآية وروان مش متفاعلين ليه النهارده؟ مع حضرتك يا باشمهندس، مع حضرتك. روان مع الدكتور هيثم؟ والله ما عمل اصلا محاضره. والله ماشي، انا بصي لو سبت المحاضره عندنا انت حره. المهم ده 1 مايكرو. هنيجي هنا لو احنا جينا خليناها بقى، انا عاوزكم بس تسنس الارقام، احنا محتاجين عشان نخلي في ريبل قليله محتاجين كباستور كبير، خلي بالكم. ها انا بحاول ده كله بظبط لكم الفكره دي. خليتها 10 مايكرو فراد اهو، تعالى بص كده ايه اللي حصل. شحن وفرغ شويه ورجع تاني بقى بطء شويه صح؟ لو احنا خليناهم جنب بعض كده الريبل ايه اللي حصل لها؟ بقت كبيره، الريبل كبيره. ايوه تمام، الريبل كبيره اهي. طيب لما اكبر قيمه الكباستور تاني، اكبر قيمه الكباستور خليها 100 مثلا. لازم نعمل اول بوز للسيميليشن طبعا كده. ادي الريبل بتاعتنا صح ولا مش صح؟ يبقى كل ما زود بيفرغ حاجه بسيطه. ايوه يبقى الريبل بتاعتنا قلت كده، يبقى كل ما زود قيمه الكباستنس كل ما يحتفظ بالشحنه اكتر او بيفرغها في وقت اطول تمام، لكن كل ما قيمه الكباستور دي تقل جدا جدا بيفرغ بشكل ايه؟ بشكل اسرع تمام كده؟ من المفروض تحنتها كده. وخلي بالك بقى لو احنا جايبين بريدج هنا، لو احنا جايبين بريدج هنا، البريدج دوت هيكون شكله ايه؟ هيكون احسن مع الكباستور الكبيره، احسن من الهاف ويف ريكتفاير زي ما قلنا امبارح تمام؟ طيب تعالوا اخر جزء عندنا في السيميليشن ده، ان احنا نحط بقى الايه؟ الريجليتورز، الفولتج ريجيوليتور. اين انت؟ طيب تعال ادي الريجليتور ده احنا قلنا هو زينر دايود صح؟ تعال نحط زينر دايود اهو.
حطه كده عن هاتشون بريك دلوقتي. شايفين ايه اللي حصل؟ مشحنش الاخر يا باشمهندس. مشحنش الاخر. وقفه عند قيمة الفولت اللي هو بتاع مين؟ بتاع الزينر. ايوه اللي هو محتاج. اللي هو بتاع الزينر ها؟ ايوه. بس يبقى فكرة الريجليتور دوت ما هو الا زينر دايد. زينر دايد عند قيمة معينة. لو الريبلز بقى بتاعتنا قليلة جدا 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 مش هتلاقوا التعرجات اللي انتم شايفينها دي. تمام؟ مش كده؟ يعني واحد قال لك الزينر دايت بيعمل ايه بالظبط؟ بيثبت الفولت عند القيمة بتاعته اللي هي الفي زد. يعني انت عندك الفي زد بتاعت الزينر دي كده من المفترض ب 3 من 10 فولت. يبقى يثبت الفولت عند 3 من 10. تمام؟ تمام. فيها مشكلة؟ بس هو احنا عندنا الريجليتور دوت ما هو عبارة عن مجموعة من الزينر دايت بالزينر دايت بس. فبس المشكلة انا مش حاضر في ذهني دلوقتي اجيب الريجليتور منين يعني. تمام؟ احنا دلوقتي الساعة واحدة الا تلت. الظهر اذن. هديكم فرصة اللي انتوا تصلوا الظهر. نرجع كمان قد ايه؟ هنسيب الاجهزة مفتوحة. طيب. ايوه هنصلي الظهر يا باشا وهنصلي وانا لسه ما فطرتش هفطر. فتلت ساعة بالظبط يعني ان شاء الله نرجع الساعة واحدة باذن الله اوكي؟ تمام ماشي يا باشمهندس. هو النهارده لحد الساعه 2 ولا بعد كده؟ لا احنا داخلين متاخر. فاحنا هنعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ نرجع ولا لا؟ لا لا خلينا بقى. انت هتعمل ايه ليه؟ احنا داخلين متاخر يا باشمهندسه صح؟ فاحنا احتمال ناخد وقت شويه مع بعض يعني. وانا ليا ساعه من امبارح. ماشي؟ فنستأذنكم بقى إن شاء الله يعني هنرجع مع بعض تاني الساعة واحدة بإذن الله إن شاء الله يعني. ونسيب الزوم مفتوح صح؟ هنسيب الزوم مفتوح. نسيبه مفتوح. طيب. ماشي يا ستي تحت. يلا شباب نبدأ. يا شباب. نعم فندم. دلوقتي في اتنين طلعوا وفي واحد اصلا عايز يدخل اسمه احمد حسام وفي واحد طلع وعايز يدخل تاني اسمه اشرف نبيل. انا دخلت اللي كانوا موجودين على الويتنج يعني. تمام يعني ماشي. اه شكرا يا باشمهندس. ماشي نبدا. كل الناس موجوده يا شباب؟ ايوه يا باشمهندس مع حضرتك. ظبطوا نفسكم كده عشان بعد نص ساعة ناخد غياب التاني يعني. وهنفتح الكاميرات ماشي؟ بعد نص ساعة. بعد نص ساعة والغياب خلاص يا باشمهندس بعدها؟ بعد نص لا بعد لا لا هنكمل عادي هنكمل. احنا مش هنخلص لما نخلص التاسك بتاعنا بتاع النهاردة اللي احنا نرسم الاسكيماتيك على الايجل يعني. فاحنا قدامنا حوالي ساعة ونص يعني. بس انا كمان نص ساعه هاخد الغياب التاني بس انا بقول لكم علشان كل واحد يعمل حسابه يعني. تمام. تعالوا بقى نتكلم على من المفترض معلش انا اسف يعني. هو انا هكون مع حضرتك بس ممكن اخرج بره البيت بس هحاول الهاند فري اكون في ودني واسمع حضرتك بس مش هقدر افتح المايك. لا يا حبيبي انت لازم تكون قاعد على الكمبيوتر عشان هنسطب البرنامج مع بعض وهنشتغل. الكمبيوتر لازم ضروري. احنا هنشتغل دلوقتي هنشتغل مع بعض دلوقتي. طب خلاص تمام ماشي. طيب معلش يا باشمهندس انا لسه جاي في حاجه حصلت. لسه جاي؟ لا احنا لسه هنبدا دلوقتي. تمام ماشي. تمام كل الناس موجودة يا شباب. كل الناس موجودة. ها الله يا باشمهندس. طيب تعالوا بقى نتكلم على التسطيب بتاع البرنامج كده. انتوا كل واحد عمل داونلود للفايل. الفايل ده هيلاقيه هنا في الداونلود عنده. فتعمل كليك يمين وتعمل اكستراكت الفايل دوت. بعد ما عملنا اكستراكت الفايل هنلاقي الفايل ده في فولدر كده اسمه كاد
ايجل بروفيشنال. كل الناس بتعمل معايا الكلام ده. ثانيه واحده طيب يا باشمهندس. ثانيه يا باشمهندس. ثانيه يا باشمهندس. حضرتك تصبر يعني ثانيه بس. ماشي 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 معاك. افتح الحاجه معاك. لو سمحت بس، هو انا كان عندي مشكله في اللاب ذات نفسه، هو بيجي بعد نص ساعه ولا ايه فصل لوحده؟ ده عيب من ايه؟ نص ساعه ممكن يكون بيسخن بشكل واسع، بيعمل ريستار صح؟ لا بيقفل خالص. بيقفل خالص بعد كده انا وبعد كده انا بفتح. في حاجه بقى في البايزنج بتاع البورد ده، يعني هو لسه جديد يعني اروح ارجعه بقى لا لا بص، انت عارف المهندس زكريا؟ بون زكريا كان معاكم في الاردوينو، تواصل معاه وخليه وافتح له تيم فيور، هو يظبطها، هو في البايسنج بتاع البورد يعني. لو مشكله في البايسنج، لكن لو مش مشكله في البايسنج يبقى ممكن حاجه في الهاردوير يعني. تمام، اصل عاوز الحق بس عشان لو كده الحق ارجعه. كلم اول ما تخلص معايا كلم بون زكريا قول له معلش الباشمهندس نبوي قال لي اللي انت برنس ثبته، يعني اللي انت برنس في كل حاجه في حياتك هو بيحب الحاجات دي يعني، ف هيظبطك على طول. خلاص ماشي ماشي، شكرا يا باشمهندس. عفوا يا حبيبي، تحت امرك. باشمهندس، هو بعد ما بيقول لي فانش سيت اب المفروض بيظهر لي حاجه؟ بس خلاص كده مش عايز اي حاجه. كده احنا كلنا شباب جاهزين. ها يا قوم. يا باشمهندس. معاك يا باشمهندس. معاك يا باشمهندس. باشمهندس. نعم. لو في حد غاب اكتر من يومين ايه اللي هيحصل؟ بيسقط على طول الحمد لله. طب هو اصلا عنده حاله وفاه؟ ما اعرفش بقى الحاجات دي، بقى اسال فيها دكتوره ساره. ماشي يا شباب كده جاهزين ولا ايه؟ يا قوم تمام معاك يا باشمهندس جاهزين. تمام، نيجي بقى في هنا تخشوا على الستارت، الستارت ويندو هتلاقوا في برنامج اسمه ايجل 6.5.0. ايوه دوسوا عليه كده. بيقول لي ايجل لايسنس يا باشمهندس. هو زمان بيقول ورنينج وبعد كده بيقول كرييت ات، فتقول له يس. تمام، الكلام ده فين يا باشمهندس؟ ده هارلي تشيك يور ابديت. مش فاهم تشيك يور ابديت. تشيك يور ابديت، اعمل كانسل. في يوز لايسنس فايل فري فريميوم free اعمل free as فريمير او run as فريوير، run as فريوير وبعد كده انت نيكست وكان وفينيش. بعد كده المفروض كلنا نكون واقفين عند الشاشه اللي هعمل لكم شير بيها دلوقتي. الورنينج ده هعمل يس ولا نو؟ الورنينج دوت هتعمل كرييت ات، هو في كرييت ات صح؟ اه
ماشي. اعملي كرييت ات وبعد كده هيقول لك تشيك ابديت دوس كانسل. كلنا هنكون واقفين عند السكرينه دي. اه تمام باشمهندس. لا باشمهندس. كلمه ايه؟ يا سمحت يا باشمهندس، هو انا دلوقتي وصلت اللي انا عملت له فينيش وخلصت التصطيف، اجيبت الشاشه دي فين؟ هتيجي من عند الستارت كده، هتلاقي دوس كلمه ايجل، هتلاقي ايجل دي ظهرت في البروجرامز اللي انت مسطبها او اعمل سيرش على كلمه ايجل هتلاقي تظهر ايجل 6.5. باشمهندس نعم معلش بس انا اتفصل عندي ورجعت، انا سطبت البرنامج وخلصته، ايه اللي بعد كده؟ افتحيه بقى افتحيه. ماشي يا باشمهندس، ثواني يا باشمهندس افتحه كده. هو انا هيبقى باين بره على الديسكتوب؟ لا هيكون من الستارت هتلاقي موجود. انا كرييت دي حاجه مش بتفتح عندي، يعني مش لما بتفتح كرييت ات هتلاقي في ويندو فتحت المفروض. لا هو بعت لي اول ما فتحته بعت لي صفحه كده، هو صفحه كده مكتوب فيها في الاخر ايه؟ كرييت ات. يعني اعملي دوس كرييت ات. هو بيقول يس اور نو عايز يس؟ يس اه. بعد كده هديكي ويندو كده وفيها بتاع حاجات ابديت وكلام، دوسي نو مش عاوز نعمل ابديت. لا ده فتح لي كليك فور ابديت ادوس كانسل. المفروض هيديك الشاشه دي بقى وراها كده. ايوه احنا رن از فري وير وبعد كده فينش. ماشي كده يا شباب كلنا تمام؟ احمد عبد الناصر تمام؟ ايه ثانية واحدة بس نعم؟ بعد فينش نعمل ايه تاني؟ بعد كده سيادتك هتخش على الستارت ويندو او الستارت بوتوم دوت وتجيبي الايجل. تجيب ايه؟ البرنامج اللي هو اسمه ايجل بتاعنا. تمام. دوس يس بقى ولا اعمل ايه دلوقتي؟ هو ايه اللي يس؟ مش فاهم. بعد ما قال لك ايه؟ عملت كريت ات. دوزنت كريت ات وبعد كده يس. تمام. بعد كده هيطلب منك ابديت وقول له لا كانسل. بس هتلاقي الصفحه اللي انا ناشرها على السكرين دي موجوده قدامك. لما بعمل فينش بيجيب لي الخطوه بتاعت سيت اب. بتقول ايه؟ لما بعمل فينش بيجيب لي الخطوه اللي هي بتاعت سيت اب تاني. ايه اعملي كانسل يا استاذ، اعملي كانسل. ويخش على الستارت ويندو هتلاقي الايجل متسطب يعني. الاخ عاطف رفيق. عاطف. ايوه يا باشمهندس. خلصت يا عاطف؟ ايوه يا باشمهندس. سلمى سمير خلصتي؟ يا سلمى. ايوه يا باشمهندس، ايوه انا مع حضرتك خلصت، انا واصله للصفحه اللي حضرتك واقف عليها. طيب تمام. احمد اشرف حسنين. ايوه يا باشمهندس مع حضرتك. واقف عند الصفحه اللي انا واقف عندها صح؟ اه. طيب سامي مدحت واقف عند نفس الصفحه بس. نعم. سلمى عصام. سلمى انت واقفه عند نفس الصفحه اللي واقفين عليها؟ يا استاذ سلمى لا مش واقفه عندها. طيب ايه المشكله عندك؟ بضغط على ايدي. نعم. طيب ممكن تبعتي لي الكود بتاع التيم فيور بتاعك؟
لو ما حلتيش المشكله بعتها لي يا سلمى. أول ما سلمى تشوف المشكلة نشوف بقية الشباب فين. صالح، صالح محمد واقف عند نفس الشاشة؟ أيوة يا باشمهندس، أه واقف عند نفس الشاشة. مروان، مروان باشمهندس خلي ال أيوة أنا يريز هاند وأنت تشوف أنا واقف على نفس الشاشة أسهل يعني. طيب صحيح ممكن تعملوا رايز هاند ونشوف مين اللي عنده مشكله يعني. صحيح يعني اللي تمام يعمل لي رايز هاند بس. اللي تمام يعمل رايز هاند يا شباب. تمام يا رايز هاند. يا روان انت مش تمام ليه يا سلمى؟ انا تمام بس انا بفتح اللابتوب والتليفون. طيب التليفون عامل رايز هاند، اللابتوب لا. سلمى عصام ايوه انت عندك ما زالت في مشكله؟ انت عندك لسه المشكله موجوده يا سلمى؟ ما تكوبي معلش يا سلمى، ما تكوبي وتعملي بيست بدل ما اقعد اكتب. معلش انا اسف يعني. الباسورد انفاليد يا سلمى. الباسورد انفاليد ممكن تعملي تقفليه وتفتحيه تاني عشان الباسورد اكسبايرد كده. باشمهندس معلش زميلتنا دانا عالية بس عاوزة تدخل الميتنج عشان النور قطع عندها، ممكن حضرتك تقبلها؟ تفهم دلوقتي حالا. بيديك نفس الباسورد. انت مشكلتك اللي انت عاملة البي الاولى سمول كابيتال وهي المفروض سمول.
انا موجود على جهازك دلوقتي يا دكتور. طيب هنيجي هنا عند الستارت ويندو دي، هتلاقي بص في ايجل اهوت يا باشمهندس. ها انت معايا؟ ها دي سيادتك هنا بيقول لك كرييت ات فتقول يس. بعد كده بيطلب منك اي ابديت فلا مش عاوزين بس، فانت كده انت كده انت شغال. احنا دي الويندو اللي احنا عاوزينها بقى. اوكي ماشي كده تمام يعني. ماشي ست شوف انا خرجت بره جهازي دلوقتي. باقي الشباب كده نشوف اللي عنده مشكله كده كله تمام ما عدا في شويه ناس في النهايه كده. احمد اشرف، يا احمد وسلمى عصام وروان. روان خلاص؟ ايوه يا باشمهندس كله تمام انتم؟ لا انا انا خلاص كده انا تمام وخلاص نزل. احمد اشرف؟ ايوه ما انا احمد اشرف. انت داخل باسمين احمد اشرف حسنين وحمد؟ لا طب في واحد اسمه احمد اشرف محمود وفي واحد اسمه احمد اشرف محمود. احمد اشرف محمود. طيب هو دانا ايه اخبارك؟ انا كنت بعمل له سيت اب قبل ما النور يقطع و يعني هفتحه بقى. طيب افتحي كده وشوفي لو في مشكله. طيب. في الهاي واي 7 برايم 2019 ده انت كده داخل من الموبايل ده. هل انت شغال على لابتوب معانا ولا لا؟ الاخ اللي انا يعني بفتح له كام ال 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 المايك بتاعه. في محمود محمد الهادي شرف. لا يا باشمهندس. ايه؟ تمام مصطفى. صطفته؟ طيب نبدا بقى كده مع بعض. يلا يا دنا. ثواني بس يا باشمهندس. انا بعد ما عملت run as free اعمل ايه تاني؟ هيطلب منك فينش صح؟ تمام. دوسي فينش بعد كده خش على الستارت بوتوم كده وهاتي البرنامج من القائمه بتاعت الستارت. هتلاقي في ايجل 6.5.0. لما ادوس فتحت فتحت ماشي. انت واقف عند نفس الصفحه كده؟ تمام ايوه ماشي. نبدا بقى كده. بص يا شباب ده كده صفحة الإيجل. الإيجل ده هو برنامج متخصص جدا 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 في رسم اللاي اوت بتاع السيركتس. اختصار لـ SD Applicable Graphical Layout Editor. ده كده من المفترض ده كان المفترض هو متخصص في الجزء بتاع السوفت وير لاي اوت. يعني ده من اسهل واعظم وافضل البرامج الموجوده في عمايل البرنتد سيركت بورد او اللاي اوت عشان اعمل برنت سيركت بورد. احنا عشان نبدا نشتغل فيه هنخش عند البروجكت كده. انا ده اللي انتوا قدامكم كلكم ده اللي يعني كاني واحد لسه انا مسطبه معاكم دلوقتي. هنيجي عند الاكزامبل ده كده. نفتح اي اكزامبل هتلاقوا في الاكزامبلز دي مثلا افتحوا الجزء دوت هنلاقي الشاشه دي. الشاشه الجديده دي باينه معاكم؟ مهندس دلوقتي حضرتك عند البروجكت دوست اكزامبلز بعد كده دوس ايه؟ في لاي اوت كده تحتيها بعد كلمه اكزامبل في اردوينو
خلي بالك انت ما تشتغلش انت خالص، انا اللي اشتغل بس. تمام، انا دلوقتي ادوس على الاردوينو. ما تدوس انت، انا اللي داش، انت مش الشاشه ظاهره قدامك. انا يعني انا ما شغالش من عندي على الكمبيوتر. لا ما تشتغلش انت عندك على الكمبيوتر، انا شغال دلوقتي. بس يا شباب ما حدش يشتغل خالص، انا اللي شغال دلوقتي. تمام، انتوا مجرد يعني بتشوفوا السكرين انا بعرضها فقط. لا هتلاقي لما تيجي تدوس هنا هتلاقي في صفحه جديده فتحت لك كده. الصفحه دي مفتوحه قدامكم دلوقتي ولا لا؟ ايوه على السكرين، على الشاشه بتاعت حضرتك. ايوه يا باشمهندس مفتوح. تمام باشمهندس، تاني بروجكت عشان النت علق عندي. معلش باشمهندسين، هو احنا مش هنعمل يعني احنا مش هنعمل على الكمبيوتر بتاعنا. هو انتوا ما تشتغلوش، انا اللي شغال بس يا شباب، انا اللي شغال بس، انا اللي شغال بس. تمام، ظهر الشكل اللي قدامكم ده او موجود شكل قدامكم كده، ده بنسميه السكيماتيك دايجرام. لو انا دوست كليك هنا هلاقي في ويندو جديده اتفتحت كده، الويندو دي اللي بتاعت السكيماتيك. اعمل زوم كده باشمهندس. نعم، ممكن تقول تاني من بعد بروجكت عشان النت كان معلق عندي. حاضر كمان. حاضر، هنعمل كده اهو، اقفل الجزء دوت هنا اهو اهو. حاضر، نيجي هنا شير سكرين، شير الايجل اهو. تمام، ظهر قدامك الويندو اللي قدامنا فيها يا باشمهندس، صح؟ تمام. تمام، تيجي بقى سيادتك هنا عند البروجكت، لو فتحتيها هتلاقي في حاجه اسمها ايجل وفي حاجه اسمها اكزامبل. هقف عند الاكزامبل دي، هلاقي في اردوينو وفي الكترود، في هيكسا بورد، في اتس فايلز، مش عارف ايه الكلام الفاضي ده كله، في توتوريالز اكزامبلز حاجات موجوده. يعني لو انت وقفتي مثلا عند اي واحده من دي كده هتلاقي في دي كده اهي الاكستنشن بتاع دوت اس سي اتش، دي سكيماتيك دايجرام، هتلاقي في دايره مرسومه اهي. تمام، لو انا وقفت كده ده اللي اوت بتاعها. احنا بنبدا نرسم السكيماتيك دوت وننتهي للي اوت دوت، ده اللي احنا المفروض هنعمله دلوقتي. تمام، او اللي انا هعمله دلوقتي. تعالوا هنبدا كده، هاجي عند ايجل كده واقف، ما حدش اشتغل خالص. انا بريكورد الميتنج اهوت علشان حضراتكم تبقوا تشوفوه بعد ما اخلص على طول وتعملوا زيه. هتيجي توقفوا هنا كليك يمين، هتعملوا نيو فولدر، هنسميه اسمنا، انا هسميه مثلا نبوي. ده الفولدر بتاعنا اللي هنعمل فيه كل البروجكت بتاعتنا. هدوس كليك يمين، هعمل نيو بروجكت. اول بروجكت عندنا اللي هو الباور سبلاي. لا ايه والله، هو الباور سبلاي. انا جوه البروجكت عندي اكزامبل بس ما عنديش الليجل دي. اعملي كليك يمين ودوسي نيو فولدر، والفولدر ده سميه باسمك ونفس اللي انا عملته عادي يعني. واحنا يعني يا باشمهندس هنشتغل بعد ما نخلص الميتنج ده كله مع نفسنا يعني؟ بالظبط. تمام، بس انتوا فهموا اللي انا بعمله دلوقتي. باشمهندس انا النت فصل عندي فجاه، انا اخر حاجه يعني وصلت لها ان انت فتحت الاردوينو. مش الاردوينو يا ستي، ده مش الاردوينو، ده لمؤاخذه الايجل. ده اي فتحت بروجكت، ومن البروجكت فتحت اكزامبل تقريبا، وبعد كده اردوينو. هعمل دلوقتي كل اللي انا عملته هعمله دلوقتي حالا تاني. بص يا ستي، احنا جينا فتحنا ادي البروجكت اهو. تمام، وقفت عندها، وقفت عند ايجل دوت، هدوس كليك يمين، كليك يمين هعمل فولدر باسمي. سميته نبوي، هاجي عند نبوي دوت هنفذ ده كده الفولدر اللي هعمل فيه كل البروجكت بتاعتي. هعمل نيو بروجكت، النيو بروجكت دوت هسميه باور سبلاي. انا واقف عند الباور سبلاي، لاحظوا حاجه ان قدام الباور سبلاي دوت في كده افكتيف ليد. لو انت عندك مثلا 20 بروجكت هنا، اللي يبقى البروجكت اللي شغال على البرنامج هو اللي قدامه الليد دي منوره. لو انا دوست على الليد دي كده طفت، كده معناه ان البروجكت ده مش شغال قدامي. تمام، لكن عشان اشتغل في ده لازم الليد دي تكون خضراء كده. تمام،
انا بنورها تاني اهو. اجي عند الباور سبلاي دوت هدوس كليك يمين ونيو. احنا قلنا اول حاجه هنبدا بيها ايه؟ اول حاجه هنبدا بيها السكيماتيك دايجرام صح؟ طيب السكيماتيك هاجي اروح جاي واقف عند السكيماتيك اهو. بقى اداني ويندو جديده، الويندو الجديده دي هل انتوا شايفينها ولا مش شايفينها؟ مش شايفينها. مش شايفينها لا. طيب اعمل لها شير. هي دي الويندو الجديده المفروض اللي هنشوفها. تمام؟ تمام كده ادي الويندو اهي، فيها حد عنده مشكله فيها؟ تمام يا باشمهندس. معلش يا باشمهندس من اول وجديد. من اول ايه؟ تاني بس عشان اللاب فصل النص ساعه بتاعته خلصت. طيب اعمل ايه دلوقتي يا ادي يا سيدي اهو ستوب شير. المفروض يا باشمهندس احنا كنا واقفين هنا. تمام؟ هقف عند الباور سبلاي دوت وادوس كليك يمين وادوس نيو سكيماتيك. لما ادوس نيو سكيماتيك هيديني الشاشه دي. تمام؟ تمام. الشاشه دي فيها حاجات كده على جنب. الحاجات دي اللي احنا هنستخدمها بقى واحنا شغالين. دلوقتي احنا عاوزين نضيف ايه؟ عاوزين نضيف الكومبوننت بتاعتنا. تمام؟ اول كومبوننت عندنا اللي هو ترانسفورمر. هشغل لكم الكام اهي. اول كومبوننت عندنا اللي هي ترانسفورمر دوت. المفروض الترانسفورمر ده قلنا هنستعيد بيه هو اللي هنوصله على البورد ده التلات سلوك دول. قلنا هنستعيد عن التلات سلوك دول بالروزيتا الخضراء دي. قلنا عن ايه؟ نستعيد بالتلات سلوك دول على البوردة بروزيتا الخضراء دي. دي التلات رجول اهي. تمام؟ هنستعيد بالكلام ده بالتلات رجول دول. طيب الروزيتا دي اسمها ايه بقى عندنا؟ الروزيتا دي اسمها كونكتور. الكونكتور دوت اسمه كون فونكس اس ام كي دي اس بي. تمام؟ كون فونكس اس ام كي دي اس بي. طب انا هضيفها منين؟ هتيجي سيادتك عند علامه كده، العلامه اللي انا واقف عليها بالكيرسور دي هتلاقيها المفروض بتطلع مسج اسمها اد. دوست كده دي لو انت عاوز تعمل كومبوننت. ادي دي كل الكومبوننت بتاعتنا. ماشي؟ انت شغال ايه؟ ده كونكتور صح؟ الكونكتور دوت مش هنعمل اي حاجه في السيرش هنا، هتقف هنا في اي حته وتدوس اول حرف عندك اللي هو سي. وقف عند بدايه اللايبرري اللي هي بتاعت باول سي. انزل كده هتلاقي دي كلها كونكتورز. ادي كونكتور كون 3 ام. تمام؟ لو انت دخلت عليها هتلاقي، هل ده الكونكتور اللي احنا عاوزينه؟ شباب هل ده الكونكتور اللي احنا عاوزينه؟ ده الكونكتور بتاع ثلاث اطراف بس. لا 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 مش هو ده. مش هو ده صح؟ خلي بالك انت عندك السكرين بيبان فيها حاجتين، شكل الاليمنت اللي انت هتنزله على السكيماتيك وشكله في الحقيقه. ده شكله في اللي اوت. تمام؟ يبقى ده شكل السكيماتيك وده شكل اللي اوت. احنا الكونكتور اللي احنا هنستخدمه اللي هو كون فونكس اس ام كي دي اس بي. لو احنا جينا نزلنا كده اهو ادي الفاني بتاع كون فونكس اس ام بقى، وانتوا شايفين اقعدوا قلبوا في الحاجات دي. لو انت جيت بصيت ادي الكونكتورز بتاعنا اهو. ده كده كام طرف؟ طرفين. ده كده كام طرف؟ ثلاثة. احنا عاوزين كونكتور كام طرف؟ ثلاثة. خلي بالكم من حاجة، الشكل اللي هنا ده الشكل دوت ده شكل اللي اوت. لو انت جيت بصيت على الكونكتور اللي هو اللي معايا دوت اللي هو ده، بصيت من فوق كده من فوق هتلاقي ان الشكل اللي فوق ده هو الرسمة اللي معمولها لك دي. طيب سؤال، هو يجرى ايه لو انا حطيت اي كونكتور ثلاث اطراف؟ يجرى حاجة كبيرة جدا. انت يا باشمهندس المسافه بين كل رجل ودي انت المفروض هتنزلها وتعمل اخرام للكلام ده. فلو انت نزلت كونكتور تاني غير الكونكتور ده ممكن الابعاد الرجول بينها وبين بعض ما تكونش مظبوطه. فانت لما تيجي تحط الاليمنت بتاعك هتلاقي ان الرجول مش داخله في الهولز اللي انت عاملها او الاخرام اللي انت عاملها. تمام كده؟ ف
فاحنا لازم الاليمنت بتاعتنا في البي سي بي بالذات لازم ننزلها تبقى للدايمنشن بتاعتها لابعاد الرجول دي او تبقى للاسماء بتاعتنا الموجوده. مين الصوت؟ الصوت في الصوت ايه ده؟ تمام يا شباب. فلازم ننزلها تبقى للابعاد بتاعه الكومبوننت بتاعتنا والمسافه بين كل رجل والثانيه والدايمنشن بتاعه الاليمنت علشان مفيش حاجه تيجي فوق الثانيه والرجول تنزل مستريحه في البورده بتاعتنا. فاول خطوه انا هنزل الروزيتا اللي هي بالثلاث اطراف دي، ادي نزلتها اهي. تمام؟ هننزلها ازاي؟ بص يا باشا، ادي اول حاجه دخلت على اللايبراري واقف هنا، هدوس اوكي. دي ماشيه معايا اهي، ماشيه معايا بالسهم. يا باشمهندس انا بدوس اوكي ما بيحصلش حاجه. لا بتدوسي اوكي فبيديكي، انت بتشتغلي معايا؟ اه. واحنا نشتغل معاك يا باشمهندس ولا ما نشتغلش؟ لا محدش يشتغل معايا يا جماعه، محدش يشتغل معايا، اتفرجوا عليا بس. طيب ماشي. ماشي؟ لما انا هرجع تاني اهو يا شباب، هرجع تاني اهو. بعد ما جبت كون فونكس وقفت هنا، دوست اوكي. الشاشه اتقفلت بس السهم بتاع الماوس نازل معاه الروزيتا اللي هي التلاته اليمنت اهي، اهي ماشيه معايا. فدوس كليك في اي حته في السكرين، ادي كليكايه اهي، دوست كليكايه. كليكايه واحده بس. فنزلت الروزيتا، ما زالت الروزيتا معايا. عشان الغيها هدوس اسكيب. بس ورجعت الايه؟ لصفحه اللايبرري تاني. لاحظوا حاجه ان ادي الروزيتا بتاعتنا ايه؟ ادي التلات اطراف، يبقى انت عندك هنا روزيتا رقم واحد اول طرف، روزيتا رقم واحد ثاني طرف، روزيتا رقم واحد ثالث طرف. يبقى دي كده الروزيتا دي نزلت بشكل سليم. تمام؟ اجي بقى هنا بقى سيادتكم كده، بعد ما نزلت الروزيتا هضيف تاني من اللايبراري. احنا قلنا تاني حاجه عندنا ايه؟ عندنا البريدج صح؟ تاني حاجه البريدج، ادي البريدج اهي. اهي. لو انت بصيت على البريدج وعملت اللي اوت بتاعها من فوق هيبان لك انه ايه؟ مستطيل كده. مستطيل صح؟ يبقى لو احنا عملنا اللي اوت بتاعنا هيبان كانه مستطيل. المستطيل دوت ترتيب الرجول فيه ايه؟ المفروض يكون بوزيتيف اي سي اي سي نيجاتيف، صح ولا مش صح؟ طيب البتاع ده اسمه ايه؟ البتاع اللي في ايديا ده اسمه ايه؟ ورينا كده مش شايفين كويس. ماشي لا سيبك من اسمه، يعني البلوك دوت كان اسمه ايه في الباور سبلاي؟ بريدج. البريدج اللي هي اسمه ريكتفاير صح؟ ريكتفاير. ريكتفاير مظبوط كده؟ ايه. فادوس حرف الار. ريك. فوداني عند اول لايبرري بتبدا بحرف الار، انزل كده تحت كده. اس. ريكتفاير عدد. تلات واحد. ريكتفاير تمام كده؟ دخلت عليها كده. يا اما اختار الاليمنت بتاعي بالاسم اللي مكتوب، هو الاسم المكتوب عندي كي بي 206. هنشوف كده في فاميلي الكي بي، في فاميلي الكي بي اهي. تمام؟ او دي. يعني يا اما دي يا اما دي. تمام؟ طيب نختار دي ولا دي بقى؟ الكي بي بي ولا الكي بي بي اللي هو البي خفيفه ولا البي تقيله دي؟ تعال نبص كده اللي اوت بتاعنا دوت الترتيب بتاعه ايه؟ بوزيتيف اي سي اي سي نيجاتيف، نفس الترتيب بتاعنا. طيب اللي فوقه نفس القصه، بوزيتيف اي سي نيجاتيف. طب اختار دي ولا دي؟ ابص كده، هو ايه الفرق بين الصوره اللي هنا دي، بين الصوره دي والصوره دي؟ ايه الفرق؟ تقريبا الابعاد بص الفرق في الخط ده، شايف الخط ده؟ الخط دوت كده يظهر لي في اللي اوت، انتوا اساتذه في الرسم الهندسي المفروض يظهر في ناحيه البوست ولا ناحيه النيجاتيف الخط ده؟ شايف اللي اوت بتاع ده؟ كلنا نمسك الاليمنت ده ونعمل له لي اوت.
هتلاقوا في قشطه كده للاليمنت. القشطه دي عشان انت تبينها وانت بتعمل الاوت كنت بتعمل الخط صح في الموجه في البوزيتيف. يبقى الخط دوت هيجي ناحيه مين؟ بوزيتيف ناحيه البوزيتيف. يبقى اختار الاليمنت دوت ولا الاليمنت ده ده اللي واقفين عليه دلوقتي اللي احنا واقفين عليه. يبقى دوس اوكي كده وراح جاي حاطه هنا. بنا انا باشمهندس اللي عرفني ان الخط ده بوزيتيف من اللي اوت بتاعك. من انت مش معاك الاليمنت؟ معايا الاليمنت. بص اعمل بقى اللي اوت بتاعه يعني. بص من فوق كده هترسم رسمه ايه؟ مستطيل. طب عشان تبين القشطه اللي موجوده في المستطيل دوت تعمل خط عشان تبين كويس. مش رسم هندسي قال لكم الكلام ده ولا ايه؟ اخر نعم. طيب تمام جدا. ما زال الريجليتور معايا بس انا نزلت، انا محتاج واحد بس فخلاص كده مش محتاج تاني مظبوط كده. فادوس اسكيب ارجع تاني للبرن بتاعتي. الخطوه اللي بعد كده انا احط ايه؟ الفلتر اللي هو الكاباستور صح؟ طيب الكاباستور دوت يا باشمهندسين اهو ده الكاباستور بتاعنا اهو. لو انت عملت اللي اوت بتاعه هيظهر كانه ايه؟ دايره وتحتيه الرجلين بتوعنا صح؟ يعني هنعمل كده ثانية واحدة. ادي هجيب لكم الوايت بورد اهي. ادي الوايت بورد بتاعتنا كانه هيكون دايرة وفي الدايرة دي جواها رجل كده ورجل كده صح؟ ايوه. انت يهمك بقى ايه؟ يهمك ايه في الكلام ده؟ تعرف ايه الدايمنشن ايه؟ يهمني اعرف الدايمنشن اللي هو ده القطر بتاع دوت قد ايه؟ صح ولا مش صح؟ ايوه. ويهمني اعرف المسافه نخليها بلون تاني. يهمني اعرف المسافه من الرجل دي للرجل دي قد ايه؟ ماشي يا شباب. يبقى يهمني اعرف الدايمتر بتاع الاليمنت والمسافه بين الرجل للتانيه قد ايه. فبنعرفها ازاي؟ قال لك في طريقتين، هات المسطره وقيس او هات جهاز اسمه البقليس اللي احنا اخذناه في الميكانيكا اللي هو بيقيس الديجيتال دايمنشن يعني. فانا مش معايا بقليس دلوقتي بس انا عاوز مسطره. انا ما عنديش مسطره، ممكن حد يقيس لي دلوقتي باي مسطره معاه المسافه بين رجلي والتانيه قد ايه والدايمتر قد ايه؟ يلا حد يجيب لي الدايمتر بكام بالمسطره والمسافه بين رجلي والتانيه قد ايه؟ مين اللي هيتطوع يعمل كده؟ مين اللي بيقيس يا شباب؟ مين بيقيس؟ يا قوم حد يرد عليا. بندور على المسطرة يا باشمهندس. ماشي بندور على المسطرة بس يا باشمهندس. شكرا يا فندم. يلا دوروا على المسطرة وهاتوا كده البتاع. خلينا ايه؟ ايوه يا باشمهندس. مهندي. نعم فندم. هي تقريبا المسافه بين الرجل والرجل نص سنتي. نص سنتي يعني كم ملي؟ 5 ملي. خمسة ملي ولا 4 ملي ولا 3 ملي ولا 2 ملي؟ احنا دلوقتي بنقيسها بالشرطه الصغيره. هي 5 ملي بالظبط. مش 5 ملي. 5 ملي بالظبط. ماشي. وده المسافه بين الرجل الثانيه. الدايمتر بقى قد ايه؟ ملي يا باشمهندس. سنتي 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 يعني 10 ملي. صح الكلام ده؟ ايوه سنتي. و ماشي. يبقى احنا عاوزين نجيب كاباستور. الكاباستور ده خلي بالك ويز بولارتي ولا ويزاوت بولارتي؟ بولارتي. ويز بولارتي صح؟ يبقى عاوزين نجيب كاباستور ويز بولارتي
الدايمنشن بتاعته الدايمتر 10 مللي والمسافه بين كل بين والثانيه 5 مللي. هاجي على الدايمتر مش 10 مللي يا باشمهندس. امال كام يا حبيبي؟ كام يا بابا؟ لا يعني اقل من 10 مللي، هي ازيد من 5 مللي واقل من 10 مللي، مش الدايمتر مش 1 سم. حد كده برضو يا جماعه انتوا اللي بتقيسوا، انا والله مش معايا مسطره للاسف. هي انا معايا بتاع يعني اقل من 10 مللي، معايا بتاع 8 مللي كده مثلا. هو كل واحد كنت بالظبط يا باشمهندس. باشمهندس معلش انا اتلخبطت، هو انتوا بتقيسوا ايه؟ بنقيس الكباستور يا باشمهندس. ده هو طلع معايا 1 سم. بنقيس العرض ده قد ايه، الدايمتر ده قد ايه. تمام كده، فانا محتاجين الدايمتر قد ايه، محتاجين مسطره نحط المسطره دي كده تشوف من اول الاليمنت لاخره الدايمتر قد ايه. لا 10 مللي ماشي، 10 مللي خلاص يا جماعه، مش هنختلف، مش هنختلف. لو حتى زياده مش هتفرق، لكن اقل هتفرق. طيب هندوس اد لايبرري دي كده، ده اسمه كاباستور. الكاباستور دوت في لايبرري اللي هي بتاعت مين، بتاعت الباسيف اليمنت. الباسيف اليمنت ده اللي هو مين، اللي هو ريزيستنس وكاباستور وكويل، ار سي ال ريزيستنس كاباستور كويل. فلو انت دوست ار كده هتلاقي اول لايبرري عندك اللي هي ار سي ال، اللي هي فيها كل الريزيستنس، كل الكاباستور، كل الكويلز. خش عليها كده هتلاقي في عندك هنا ادي الكاباستور زين سي اي يو. اي يو دوت اللي هو الاوروبي، بس خلي بالك كل الكاباستور دي والبولارتي ولا زاد بولارتي دي كلها كاباستور زي باشكال مختلفه، كل دي كاباستورز تمام باشكال مختلفه، مش هنختارها، احنا عايزين ويز بولارتي. طب ايه هو السي تريم دوت اللي هو الفاريبل كاباستور؟ احنا مش عندنا فاريبل كاباستور. لاحظوا حاجه بالمناسبه وانت شغال، وانا بدور كده، في نوعين عندي من لي اوت. النوع ده من لي اوت وما شابه له اللي هي الرجول بتاعتنا دي خضراء، والنوع ده من اللي اوت وما شابه له اللي هي الرجول دي ايه، بني. احنا كل اللي احنا بنحطه عندنا في البوردة رجول خضراء، ما نحطش رجول بني اطلاقا. طب ايه الفرق؟ الرجول الخضراء دي اللي هي انت كانك بتعمل هول وتدخل اليمنت من جهه، يعني زي دي كده، زي الهول دي اهي، دخل اليمنت من جهه وتلحم الناحيه الثانيه كده. لكن الرجول البني انت بتلحم على سطح البورده كده. احنا عندنا الرجول دي المفروض بتتلحم على سطح البورده ولا بتتحط في هول وتتلحم؟ لا بتتحط في هول وتتلحم. فبالتالي كل الاليمنت اللي احنا هنستخدمها هنستخدم اللي هي الرجول بتاعت مين؟ الرجول الخضراء دي، مش هنستخدم اي اليمنت رجلها بني اطلاقا. تمام؟ عشان يكون الكلام واضح. الرجول البني دي اللي هي سيرفيس ماونتد اليمنت بتتلحم على السطح. تمام؟ طيب تعالى بقى هنا سيادتك. ده السي ويز بولاريتي. خش هنا السي ويز بولاريتي بقى. ادي كل الكباستر، ادي اول كباستر اهو. نختار ده ولا لا؟ لا ده بني هو. ده بني ومستطيل. نختار ده لا لا. انزل لا بقى كده. انزل مربع وبني لا. نختار ده لا. عايزينه مدور دايرة مش. عايزينه دايرة. تمام. عايزينه دايرة. انزل كده يفضل ينزل 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 كده. اهو. ده نختار ده لا. شكله زيه. ايوه هو ده يا باشمهندس. طيب الابعاد فين بقى؟ ايوه فين الابعاد؟ الدايمتر 4 مللي و الدايمتر 4 مللي والمسافه بين الرجل والثانيه كام؟ 81. هل ده اللي احنا عاوزينه؟ لا عاوزين الدايمتر 10 والمسافه بين الرجل 5. تمام؟ هننزل كده الجريد اللي هو المسافه بين الرجل والثانيه. ننزل كده، ننزل نفضل نازلين. ادي كده مثلا ده وصلنا لده مثلا، ده المسافه بين الرجل والثانيه 5 والدايمتر 4. لا مش عاوزين ده. المسافه بين الرجل والثانيه 5 والدايمتر 5. لا مش عاوزين ده.
خمسة وستة، لا خمسة وثمانية، لا خمسة وتسعة، لا خمسة وعشرة. خمسة عشرة ونص. أيوة هو ده. يبقى نختار ده وده. أو. محتاجين كم كباستور من دوت بقى باشمهندسين؟ هو واحد. ده واحد. الدائرة فيها واحد. هو واحد من ده، واحد من الكيمياء التاني اللي هو اللي اسمه ده نسيت اسمه. صغير ده، صغير خالص ده اللي مش بولاريتي اصلا. ايوه يا باشا، الدايم اللي هو بولاريتي كنا محتاجين واحد ولا اثنين؟ هو كان واحد للموجب واحد يا باشمهندس. كان واحد للموجب واحد للسالب. ايوه اثنين. يبقى محتاجين اثنين. تمام تمام صح. فحط ادي الاثنين بتوعي اهو. تمام كده. فيها مشكلة؟ تمام. يبقى ادي الاثنين كباستور اهو وادوس اسكيب. بعد الكباستورز كان في عندنا ايه؟ بعد الكباستور كان في عندنا ايه؟ ريجوليتور. ريجوليتور صح؟ صح. الريجوليتور دوت بنسميه فولتج ريجوليتورز. نرجع تاني، لو انا عاوز ارجع اللايبرري وانت دخلت في حواري كده، فتقف عند السيرش وتدوس انتر، هرجعك اللايبرري تاني. تمام. الريجوليتور دوت بنسميه فولتج ريجوليتور. فولتج ريجوليتور دوت اللي هو بيثبت الفولت، فتدوس اول حرف الفي، هتلاقي لما انت وقفت كده هتلاقي في ريج. في ريج اه فولتج ريجوليتورز. هاجي ادخل كده، انت عندك بقى ادي الريجوليتورز بتاعنا اهو، ادي الريجوليتورز اهو. اللي اوت بتاعه هيكون شكله ايه؟ هو تقريبا شكله مستقيم. معلش انا هسال واحد كده، نشوف كده الناس نايمه معانا ولا صاحيه. احمد محمد، احمد محمود، احمد احمد محمود احمد. الريجليتور دوت لي اوت بتاعه يا احمد؟ الايه؟ لي اوت. لي اوت اه ماله يعني. يا احمد، يا احمد. ايه يا باشمهندس؟ انت بتعمل ايه يا احمد؟ انا معاك اهو. طيب اعمل لي شير ليك يا احمد، وريني شكلك. طب سنه واحده. يا اخ احمد. اه باشمهندس، وريني كده الريجليتور بتاعك اللي معاك في ايديك كده. انا واحد اهو ده. تمام، هات لي اوت بتاعه بقى يا احمد. الاول الدايرة. لي اوت بتاع يكون دايره. يعني ايه لي اوت يعني؟ يعني ايه لي اوت؟ اللي مش عارف. انت خدت رسم هندسي؟ ده اللي هو يكون المستطيل اللي فوق ده. انت بتبص من فوق يا احمد، بتبص من فوق. لما تيجي تبص على الالمنت ده من فوق هتشوف ايه؟ المستطيل. مستطيل بس هو خط ده. خط عشان المعدن ده. احنا اعلمكم رسم هندسي كمان. ادي مستطيل اهو، وهتشوف خط في النص كده. تمام، بس هتفرق، هتفرق المعدن ازاي بقى؟ المعدن ده هتفرقه ازاي عشان تعرفنا ان ده معدن؟ كنت بتعمل ايه هنا؟
هقشر هتقشره صح؟ نرجع تاني يا احمد ل خاص في الكام بتاعتك يا احمد. نرجع تاني الوضع بتاعنا. هل ده ينفعنا يا احمد؟ هذا مش ينفع ده. طيب هل ده ينفعنا؟ ايه ما زالتش. لا ده برضه مش ينفع. لا ده ينفعنا؟ لا مش ينفع. لا ينفعنا؟ لا برضه. ده ينفعنا؟ لا برضه. لا ده ينفعنا؟ لا ده هو ده. ادي ده جسم المعدن وادي الرجول بتاعتنا. ايه احنا قلنا عندنا اتنين فاملي من الريجليتورز 78 و79. فانت لو انت عاوز تطلع بوست فتختار ايه؟ 78 اكس اكس. هو ما يهموش بقى الرقم 5 ولا 12 ولا الكلام ده. احنا يهمنا ان ده نفس الدايمنشن اللي احنا شفناها. يبقى ياخد بقى هنا اهوت كده احط هنا 78 اكس اكس. ماشي كده. احنا عاوزين واحد 78 فقط مظبوط كده. نرجع تاني ل تجيب ال 79 نفس القصه. هنلاقي 79 اكس اكس اهو. هنروح جايين منزلينه هنا برضو. فيها مشكله؟ هو انا ليه اخترت الاثنين مختلفين يا باشمهندس؟ ما هو واحد بتاع بوزيتيف واحد بتاع نيجاتيف. خلي بالك من حاجه بس مهمه نسيت اقولها لكم، ان سيادتك الترتيب الرجول في ال 79 غير ال 78. يعني لو سيادتك كده ادي الريجليتورز بتاعتك اهي، وادي تلات رجول بتاعتنا اهي. ده 78 وهنجيب الريجليتور الثاني اللي هو 79. ادي التلات رجول بتوعنا اهو. ترتيب الرجول بقى هنا انبوت جراوند اوت. ترتيب الرجول هنا بقى انبوت اوت جراوند. فبالتالي انت لازم تختار الفاميلي بتاعتك. ال 78 تختار 78 و 79 تختار 79. فاهم انت يا شباب؟ فاهم جدا. نرجع تاني اهو كده. اخترنا ال 78 و 79. فاضل ايه تاني في الرسمه بتاعتنا؟ الكباستور فاضل الكباستور اللي هو الترمسيه الصغيره دي. باشمهندس هو ليه هنا في الرسمه مش المفروض الجراوند في النص؟ ليه هنا الجراوند مش في النص في اللي هي 79؟ فين اللي احنا كنا بنرسمه يا باشمهندس سكيماتيك؟ لكن هنا دلوقتي ده ترتيب الرجول بتاعتك ايه؟ ترتيب الرجول عندك اللي في النص ده الاول مش الجراوند. يعني لو فتحت لو فتحت الداتا شيت هتلاقي الرجل اللي في النص دي مكتوبه جراوند، مكتوبه اوت اسف 79. لو فتحت الداتا شيت بتاع 78 هتلاقي الرجل اللي في النص مكتوبه جراوند. بتعرفوا تفتحوا الداتا شيت يا جماعه؟ لا لا. فين يا باشوان؟ طيب ركزوا معايا في الحته دي برضو حته مهمه جدا. تمام. هعمل لكم شير ل كده. انا مشير الايه؟ مشير ال عاش دلوقتي يا اسطى. مشير الجوجل كروم بتاعي صح؟ صح يا شباب؟ انتوا قدامكم كده الصفحه بتاعت جوجل. ايوه تمام. طيب هنخش كده، هنخش نعمل موقع اسمه all data sheets. هنسيرش عليه. ادي داتا شيت انجينير. ده في كل الداتا شيتس بتاعت الالكترونكس بتاعتنا. مثلا انت دلوقتي الكومبوننت بتاعتك دوت اللي هو ايه؟ 78
12 هو مكتوب قدامك اللي هو ال ال ام صح ال ام صح لو انا جيت بصيت ادي الداتا شيت بتاعتي اهي ادي ال ام 78 12 انت على حسب المكتوب انا مش شايف المكتوب ايه هنخش مثلا على البي دي اف بتاعه ده هنلاقي ال ام 12 ادي البي دي اف بتاعنا تمام لو انت عاوز تعمله داونلود ادي هنعمله داونلود اهو شايفين الداتا شيت ولا مش شايفينها شايفين حضرتك بتجيبه منين الداتا شيت يعني بجيب منين البي دي اف بتاعه ما احنا رجعنا يا ابني ارجع خطوه ورا بس ارجع تاني اهو اهو تمام ادي ادي الداتا شيت بتاعته هاجي هنا اهوت كده اقف هنا البي دي اف اهو ماشي ايوه وقفت أيوة. عند البي دي اف نزلت تحت كده ممكن تعمل داونلود له من هنا اهو هتلاقي مكتوب كده 1.5 امبير بوزيتيف فولتج ريجليتور يعني ده تقدر تسحب منه لحد 1.5 هنا مديك الديسكريبشن بتاعه ومديك الفيتشرز بتاعته ومديك ادي البين ديسكريبشن اهي بقى تمام ادي البين ديسكريبشن اهو يعني دي نعمل لها زوم في الزوم من هنا ماشي انت شايف ده رقم واحد ده رقم اثنين ده رقم ثلاثة صح مش معلش معلش قطع حضرتك هو دلوقتي وانا في حاجه ثانيه اعملها معلش فيها مشوار لازم انزل واكون مع حضرتك في المكالمه بس مش هكون في الشارع فاقفل المايك عادي ان انا اركز مع حضرتك كده في ولا لازم الحاجه تبقى معايا اصل في مشوار ضروري لازم اعمله ماشي بس هكون مع حضرتك ماشي بس ارجوكم الكلام ده ما يكررش ثاني بعد الظهر معلش هو اصل المفروض كنا عامل حسابي على اثنين والمشوار ده كمان بعد اثنين التدريب من الاهميه بمكان احنا نقعد ان شاء الله لحد الفجر يعني ماشي ماشي بس تابع معايا عشان وانا باخد الغياب في انا مع حضرتك انا سامع حضرتك بس اكون قافل المايك بس ماشي 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 تمام طيب نيجي بقى هنا لاحظ بقى ادي الترتيب الرجول واحد كاتب الانبوت اثنين كاتب الجراوند ثلاثه كاتب الاوت خلي بالكم بما انكم هتبقوا مهندسين بقى محترمين جدا اي اليمنت الكترونكس لازم تفتح الداتا شيت بتاعته بالشكل اللي انت شايفه دي كل الارقام اللي قدام سيادتك دي لها معاني مهمه جدا 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 يعني بص هنا مثلا مديك ال ام 7805 الاوبريشن فولتج بتاعته من 7 ل 20 يعني ايه الاوبريشن فولتج يعني انت بتدخل له فولت من 7 ل 20 لو دخلت اقل من 7 مش هيطلع لك الخمسه لو دخلت له مثلا 6 مش هيطلع لك خمسه لو دخلت له 10 يطلع لك الخمسه دخلت له مثلا 5 ونص مش هيطلع خمسه ال 7806 نفس القصه مثلا ال 7812 وهكذا فيها مشكله وكل الارقام دي خلي بالكم لها معاني كبيره جدا يعني ان شاء الله واحنا بندرس معاكم المايكرو الكترونكس هنقعد نفهم الحاجات دي المفروض يعني تمام طيب تعالوا برضو نفس القصه نعملها لو انت عاوز ال 78 احنا كده خدنا 9 تعال ناخد 79 عشان تعرف ترتيب الرجول ال ام 79 ال ام 79 ادي ال ام 79 تمام وادي البي دي اف بتاعته اهي انزل كده ادي ترتيب الرجول بتاعتهم هنا 1 2 3 تمام مسحت الصوره على طول يا باشمهندس وحضرتك بيكون طالع حاجات كتير قوي اللي هو اللي يعني بيكون طالع حاجات كتير قوي ال 79 مكتوبه فوق يا باشمهندس فين يا حبيبي فين ايه تحت الصوره على طول الجراوند جراوند انبوت اوت اسف يبقى احنا الترتيب اللي احنا كنا بنقوله غلط جراوند انبوت اوت يبقى الطرف الاولاني جراوند الطرف الثاني انبوت الطرف الثالث ايه اوت تمام كده يبقى نصلح بس دي على السكرين بس على الشير السكرين معلش ادي البورد يبقى هنا كده ده 79 ها جراوند كويس احنا فتحنا داتا شيت جراوند انبوت اوت
لكن هنا input ground output في 78 input ground output في 79 ground input output. ماشي يا شباب كده؟ انت المفروض الحاجات دي مش بتتحفظ، الحاجات دي على طول اول ما تعرض لاي كومبوننت عايز اعرف رجول البين ديسكريبشن بتاعه اخش على داتا شيت على طول. تمام، نرجع تاني الى السكرين بتاعتنا. طيب كده احنا نزلنا كل الاليمنت وشفنا الداتا شيت والحاجات دي كلها. الجزء اللي بعد كده عاوزين نشوف ايه؟ الكباستور. الكباستور اللي هو الترمسيه الصغيره دي. السؤال بقى، الترمسيه دي المفروض اللي اب بتاعها شكله ايه؟ دي كده اللي اب بتاعها شكله ايه؟ خط ما المفروض مش هيبقى خط. خط مفروض ماي. مش خط، هو مستطيل له سمك برضو صغير قوي. مستطيل له سمك بس السمك بتاعه ماي. صغير جدا صح؟ اه ماي. حد يسوي حد يسوي بالمسطره كده وحد يقيس لي العرض من الرجل للرجل قد ايه؟ عرض بين رجل ورجل نص سنتي يعني 5 مللي. ايه ده العرض ما بين الرجل والرجل 3 مللي. 3 مللي انا جاي عندي نص سنتي. 3 يا 4. لا اله الا الله، من خير الامور الوسط 4 مللي. يبقى ولا 3 ولا 5. طيب ال 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 السمك بتاعه بقى العرض بتاعه كإليمنت نفسه جسمه 1 مللي. 1 مللي ماشي. طيب تعالى بقى نخش على ال الريجليتور الكباستورز دوت. الكباستور دي كان في فاميلي ايه؟ ار ال سي صح؟ هدخل على ار ال سي. نلاحظ حاجه، هل ده ويز بولاريتي ولا ويزاوت بولاريتي؟ ويزاوت. هخش على الوزاوت بلارتي اللي هو سي اي يو. السي اي يو والسي في عندك حاجتين بالمناسبه، يعني في سي اي يو وفي سي يو اس. اي يو ده نظام اوروبي او الشكل الاوروبي، واليو اس الامريكان. طبعا احنا بنكره الاثنين الاوروبيين والامريكان، بس اقرب ناس لينا الاوروبيين عشان مشتركين في البحر المتوسط. طيب نيجي بقى هنا نشتغل على يعني السيمبل ايا كان الاثنين واحد. يعني لو احنا جينا بصينا هنا الكباستور ده الدايمنشن بتاعته كام؟ 2.5 والاوت لاين 2.4 في 4.4. انت عاوز 4 وعاوز السمك 1 مللي. لو احنا نزلنا تاني كده يعني هنلاقي الابعاد كلها كبيره اكبر من اللي احنا عاوزينه، فناخد اول واحد دوت. هو السمك جاي 2 مللي. تمام، ناخد اول واحد ده. انا السمك جه معايا يعني بين الاثنين والثلاثه كده بالظبط. ماشي، ده 2.5 يعني 2.5. ماشي، اللي احنا اخترناه يعني. احنا محتاجين كام واحد من دوت؟ 2 صح؟ ادي واحد وادي الثاني. تمام، فاضل ايه؟ اخر حاجه بقى عندنا الكونكتور. اخر حاجه عندنا الكونكتورز اللي هو احنا قلنا هناخد الاوتبوت دوت على ايه؟ هناخد الاوتبوت على روزيتا صح؟ روزيتا دي اللي هي كانت في انهي، عاوز اجيب كل اللايبرري فادوس هنا وانتر روزيتا دي كانت. وانا دلوقتي حضرتك بس عشان انا روزيتا دي مش يعني مش فاهم لحد دلوقتي فايدتها، انا هستخدمها في ايه او اعمل بيها ايه؟ هي بص يا باشا انا هوريك فايدتها ايه. ادي الكاميرا سيادتك اهي. او انا هوصلها بايه يعني حضرتك؟ بص يا سيدي، اصبر يا حبيبي. تمام، اصبر يا بابا. نعتبر دي البورده بتاعتنا يا باشمهندس. تمام، انت تمام. من المفترض عشان توصل الاليمنت اللي هو الترانسفورمر ده هتعمل ايه؟ هتجيب الترانس دوت كده اهو. تمام، هتحط السلكه دي هنا. ماشي، وتلحم من الناحيه الثانيه. تمام، وبعد كده تحط السلكه دي هنا وتلحم من الناحيه الثانيه، وبعد كده تحط السلكه دي هنا وتلحم. تمام، تمام. روزيتا هتعمل ايه؟ هتحط دي كده. تمام، وتلحمها. وتلحمها من هنا. تمام، اي وتلحم بس خلصت ولحمت كل الدايره وخلاص. بعد ما تخلص بقى انت عاوز توصل، هتروح جاي في مسمار هنا اهو.
في صامولة كده هنا اسمها مسمار كده بالمفك، تفتح المفك ده وتروح جاي موصل السلكة بتاعتك وتقفل بتاع الترانسفورمر. بتاع السلك بتاع الترانسفورمر. أيوة ونفس صحيح. الكلام ده السلك بتاع الاوت. يبقى فايدتها ايه؟ هي كونكتور، كونكتور فقط لا غير، عشان لو انت حابب تتنقل بالدائره دي كده لمكان تاني ما تفضلش شايل السلوك والسلك يتشد منك يتقطع من البورده وترجع تلحم والحاجات دي كلها. فاهم حاجه؟ تمام. يعني دي مساله يعني مش يعني مش هتضر ولا بس هتفيد يعني. طيب تعال بقى نجيب الكونكتور اللي احنا هناخد عليه الاوت. كم كونكتور؟ كم طرف؟ ثلاث اطراف. ثلاث اطراف. طرفين يا لا طرفين يا دي غبي يا لا اللي هو كون فونكس اس ام كي دي اس بي صح؟ كون فونكس اس ام كي دي اس بي. ننزل كده اهو، عايزين طرفين، هدوس اوكي. ظهر معايا كم طرف هنا؟ ظهر معايا طرف واحد بس. تمام؟ طرف واحد بس اللي ظهر معايا. الطرف ده لو انا عاوز اعمل له روتيت اعمل ايه؟ الماوس كده هروح جاي دايس على كليك يمين، كليك يمين فتلاقيه بيلف معايا. تمام؟ هدوس ادي كليك، دوست طرف. شايف؟ هو المفروض ينزل لي طرفين، خلي بالك ها؟ المفروض الروزيتا دي تنزل طرفين، لكن دلوقتي نازل كم طرف؟ نزل طرف، طرف واحد بس كاتب عليه اكس 2، دي الروجيت رقم 2 في البورده، الطرف رقم واحد بتاعها. لو انت دوست كمان كليك هتلاقي اكس 2 2، يبقى ده الطرف الثاني بتاع الروجيتا الثانيه. لو انت دوست كمان انت عاوز 2 روجيتا، ادي طرف الروجيتا الثالثه الطرف رقم واحد، وادي كده الروجيتا الثالثه الطرف رقم 2. كده خلاص نزلنا روجيتتين اللي هي بطرفين. كده احنا نزلنا كل الاليمنت بتاعتنا اللي هي اللي موجوده في الدايره بتاعتي. تمام؟ فاضل حاجه مهمه جدا ما نزلناهاش، ايه هي بقى؟ ترانسفورمر. لا الترانسفورمر احنا حاطينها روجيتا ثلاث اطراف. هي الدايره دي هتشتغل بدون جراوند؟ لازم ننزل جراوند. فادوس جي ان دي، هعمله في السيرش اهو. اول حاجه عملتها في السيرش ليكم دلوقتي جي ان دي، ادي اهوت ادي جراوند اوكي. بس نزل كده يجي 3 4 جراوند نزلناهم، اعمل اسكيب بس كده. نبدا نوصل بقى. المفروض الطرف دوت بتاع الترانسفورمر اللي هو هنوصله بالاي سي، وادي الطرف بتاع الاي سي اللي هو بتاع الريكتفاير. فهاجي من هنا اهو، ادوس على وارد اول اهو، هاجي من هنا اروح جاي دايس هنا. بعد ما وصلت اعمل اسكيب بقى، خلاص خلصت. وهذه من الطرف ده للطرف دوت، واعمل اسكيب. الطرف ده كان متوصل بايه؟ بجراوند صح؟ فجراوند دوت انا واخد جراوند اهو، فاروح جاي دايس الاول موف. لازم ادوس على الامر بتاع كل مره موف اهو، ادوس هنا على الاليمنت. انا عاوز اعمل له روتيت فادوس كليك يمين واروح جاي دايس هنا كده. تمام؟ تمام. طيب بعد كده البوزيتيف، هاجي ادوس عند الواير الطرف دوت اهو، ادي البوزيتيف بتاعه. بعد كده هيتوصل بالانبوت، ادي هيتوصل بالانبوت. بعد كده اسكيب. بعد كده الاوت دوت هيتوصل بالكباستور ده، هيتوصل بالاوت بتاع روزيت. بعد كده اسكيب. المفروض دي كلها جراوندات، فهاجي امسك ادي جراوند اهو، اروح جاي احطه هنا اهو، وادي جراوند هنا اروح جاي احطه هنا، وادي جراوند هنا اروح جاي احطه هنا، وادي جراوند هنا اروح جاي احطه هنا. بس كده وصلت الجزء بتاع البوست في كله. اجي الناحيه الثانيه. طب هو احنا ما ينفعش نعمل جراوند واحده يا باشمهندس ونعمل ينفع وتعملها سلك عادي ما فيش مشكله، بس انا يعني هي شكل جمالي فقط لا غير يعني. تمام. يعني ممكن استخدم، هعملها لك في الحته اللي فوق. حاضر. ادي الطرف الثاني اهو، ادي النيجاتيف، هتوصل بيه النيجاتيف بتاع الكباستور. فين النيجاتيف بتاع الكباستور؟ اهو بالانبوت بتاعنا كده وصلناه خلاص. بعد كده دوت بالكباستور ده بالاوت دوت زي ما قال زميلنا. ممكن الجراوند يكون واحد، هاجي اهو ده كده ده كده
ده كده بس واروح جاي واخد الجراوند ده اهو اروح جاي موصله بده او ممكن اوصله باللي فوق كده. انا خلصت توصيل الدايره. بس السؤال المهم جدا بقى، هل الدايره توصلها كده؟ هل الدايرة توصلها كده صح؟ هل الدايرة توصلها كده صح؟ عاوزين نتأكد إن الدايرة توصلها صح ولا مش صح. على فكرة أنا وأنا شغال عملت شوية أخطاء بالمناسبة يعني في التوصيل علشان نتأكد إن الدايرة بتاعتنا صح ولا مش صح. في أخطاء أنا أقدر أكتشفها وفي أخطاء السيركت آسف أخطاء البرنامج يقدر يكتشفها وفي أخطاء لو البرنامج ما يقدرش يكتشفها بس هي في تلمستيك في السيركت. تمام؟ يعني بمعنى يعني انا ممكن واحد كان يعمل كده واحد يوصل ده كده والطرف الثاني دوت هو اللي جراوند. يا فوزي باشا انا عندي تدريب يا باشا هخلص واكلمك على طول. ايه مبسوط جدا ما شاء الله يعني نص ساعه كده ان شاء الله. ماشي يا باشا ماشي يا باشا ماشي. ماشي يا شباب معايا باشمهندسين يعني ده اهو واروح جاي موصل لو انا عاوز اعمل كوبي للبتاع ده وتاخده كده واروح جاي اعمل كده اهو ادي كده دي توصيله اهو. البرنامج مش هيقول لك على التوصيله دي غلط على فكره بس هي في السيركت غلط. المفروض النيجاتيف ده يتوصل بمين؟ بالنيجاتيف بتاع الكاباستور. اني نيجاتيف يا باشمهندس ممكن حضرتك تعيد؟ مش الكاباستور دوت مش احنا قلنا البريدج دي ريكتفاير له طرف بوزيتيف وطرف نيجاتيف صح. طرف النيجاتيف دوت لما يجي هيتوصل بالنيجاتيف بتاع الكاباستور. انت موصله دلوقتي بايه؟ بالبوزيتيف. البرنامج مش هيقدر يقول لك ان الكلام ده غلط. لكن كسيركت الكلام ده غلط. فانت وانت بتوصل لازم تكون فاهم زي ما احنا عملنا من شويه لازم يكون فاهمين ان المفروض ده يتوصل بالطرف النيجاتيف بتاع الايه؟ الكاباستور. فانا هرجع تاني للوضع الاساسي بتاعنا ونوصل تاني اهو. ماشي كده تمام. طيب نيجي بقى نبص الحاجه المفروض دي نوصلها بالجراوند. تعال بقى نتاكد ان التوصيل بتاعنا ده صح ولا غلط. هاجي كده في الاخر كده في حاجه اسمها الاي ار سي اللي هو ايرور تشيك. هنشوف كده هيجيب لنا كام ايرور. اول حاجه شايف ده كلها وورنينج وايرور. اول ما في زيرو ايرور ده كويس جدا بس الوورنينج دي بقى تعال نشوفها كده. هنمسك واحد واحد ونصلحه. خلي بالك دي انا عاملها انا عامل حاجات متعمده. نيجي هنا بيقول لك ميسنج جانكشن دي بيقول لك حط هنا جانكشن مفيش مشكله. يبقى اجي ابص هنا اهوت كده اروح جاي حاطط هنا جانكشن لان دي تلات اطراف ماشي. بعد كده بيقول لي هنا ميسنج جانكشن هاجي اروح جاي حاطط هنا جانكشن اهي. بعد كده هنا بيقول ميسنج جانكشن اروح جاي حاطط هنا جانكشن. جانكشن اللي هو ايه يعني حضرتك بتحط نقطه يعني؟ نقطه مش خلي بالك مش انت عندك في عرفت حاجه اسمها الاسينشال نوت في السيركت او النودز يعني هو التقاء 3 اليمنت او اكتر صح؟ صح. ادي دول 3 اليمنت قال لك لازم تعرفني ان دول 3 بالفعل ااكد عليك ان هم 3 يعني. تمام. ادي هنا نفس القصه اهي. وادي هنا نفس القصه اهي. تمام؟ اجي اعمل كده الاي ار سي خلاص كل الجانكشن دوت كده انتهى خلاص. خلي بالك من حاجه يعني هديك يعني هقول لك عليها ان هنا في ثلاث اطراف وما قالكش ان في جانكشن ناقصه.
صح ولا مش صح؟ شايفين الحته دي؟ ايوه. في ثلاث اطراف اهم، بس ما قالش ان في جانكشن ناقصه. معنى الكلام ده ان في هنا ايرور ثاني هنشوفه دلوقتي. تعالى بقى هنا مثلا، هنا بيقول لك نت جراوند اوفرلاب بين، اوفرلاب بين يعني في اوفرلاب كده، ده مش متوصلين صح. في اوفرلاب لو احنا جينا وصلنا كده ما بينهم هتلاقي دي مش متوصله ايه، تمام؟ فاحنا عايزين نوصلها، فراح جاي موصل كده ايه كده، اتوصلت مفيش مشكله. بس تعالى هنا خلاص احنا خلصنا الايرور دي، لو احنا عملنا ايرور تشيك ديجيت كده هيختفي. طيب الغلط ده بيقول لك هنا اوفرلاب بين، اوفرلاب بين دوت يعني لو انت جيت سحبت البين دي، بص حتى كمان هتلاقي اني اعملها لكم بدايه كده، هتلاقي التوصيله كانها كده كده، الاثنين فوق بعض كده، المفروض الكونكشن يكون كده بالظبط. لكن اللي حاصل بالظبط ان الواير مع البن فوق بعض مش متوصلين مع بعض، هم فوق بعض كده، المفروض يكونوا متوصلين مع بعض كده بالظبط. فاحنا تمام. طب انا بعملها ازاي؟ نعالج المشكله ازاي؟ نعالج الحته ازاي؟ هتيجي سيادتك كده اهو، تمسح بقى الواير ده كده اهو، هتيجي سيادتك في الكونكشن بتوصل من الطرف اهو، من طرف البن اهو الى طرف البن، وتعمل اسكيب. لو شايف انت واقف هنا اهوت بيديك ان اس دولار واحد، لو انت عملت اي ار سي هتلاقيه اختفي تاني. طيب تعالى هنا مثلا بيقول لك اوفرلاب بن مش متوصله، دي مش متوصله ايه، لو انت جيت سحبت كده هتلاقي مش موصلين ايه، لو انا سبتها اتوصلت خلاص وعملت جانكشن. اعمل كده اي ار سي زي الفل. تعالى مثلا ده بيقول لك unconnected بن، البن دي مش متوصله، مع ان سيادتك حاطط جراوند اهو، لكن الجراوند اللي انت حاطه ده انت حاطه فوق بعض زي ما احنا كنا بنقول من شويه، فهيجي اسحب الجراوند ده كده هتلاقيه مش متوصل، احطه في طرف البورد كده، تيجي تسحبه تلاقيه اتوصل اهو. ماشي؟ بس كده. باقي الحاجات عندك، باقي الرسمه بتاعتك. باقي الرسومات، باقي الديسكريبشن بتاعك بيقول لك اديني الفاليوز بتاع كل واحد، الفاليو بتاع كل واحد ما تهمنيش في حاجه. بس لو انت عاوز بقى تدي فاليو مثلا لكل واحده، ادي لو احنا وقفنا هنا كده هتلاقي دي نيم ودي فاليو، هتيجي تدوس على الفاليو اهي اللي هي دي كده، تقف هنا. الريكتيفاير ملهوش فاليو بس له اقصى امبير يقدر يستحمله، مثلا سي 2 امبير. بس دي مش فاليو. دوت كده الكباستور ده له فاليو اللي هو كان 1000 مايكرو فراد، صح؟ ايوه صح. انا والله عندي محاضره هخلص واكلمك. ماشي حاضر. ماشي يا شباب. ده كده 1000 مايكرو فراد. الفولتج ريجليتور ما لهوش قيمه بس له اقصى اوت، مثلا ده بوزيتيف 5 فولت وده بيطلع لي نيجاتيف 5 فولت. دوت كده اللي هو 10 10 ناقص 4 10 ناقص 12 اللي هو بكام؟ 10 10 اس 4 في 10 اس 12 يبقى ده 10 اس 8 يعني كانه 100 في 10 اس ناقص يعني كانه 0.1 مايكرو فراد، يبقى ده كده 0.01 مايكرو فراد. ده نفس القصه 0.01 مايكرو فراد. لو انا عملت الاي ار سي كده تاني اهو، بص بقى ظهر لي رساله تحت كده اهو، نو ايرور نو وورنينج، مفيش ولا ايرور ولا اي وورنينج خالص. فيها مشكله؟ يا شباب في مشكله في الكلام ده؟ تمام يا باشمهندس. لا يا باشمهندس. كده لا يا باشمهندس. كده احنا عملنا سكيماتيك سليم 100% وزي الفل. حضراتكم بقى دلوقتي
من المفترض هتعمل لي السكيماتيك دوت تمام. احنا هنتقابل امتى؟ يوم السبت ولا يوم الاحد؟ يوم السبت. هو في سبت يوم ولا السبت عشان يوم السبت عشان نخلص يوم الاثنين ان شاء الله. الدكتور قال لك ايه؟ الدكتور قال لا الدكتور ماشي السبت يا باشمهندس عشان انا عندي مشاوير كتير يوم السبت. ماشي هو مواعيدنا الاحد. مواعيدنا السبت ناخد الاحد. ميعادنا الاحد. فان شاء الله يوم الاحد الاقيكم انتم مجهزين السكيماتيك دوت سليم 100%. بجانب بقى نعم فندم نطبقها على البود ولا هتطبق على البرنامج اللي هتقف عند اللحظه احنا واقفين عليها دي بس يعني هتبدا من الزيرو زي ما انا بدات وتقف مش مهندس نعم على يوم الاحد معلش عندي سيكشن عندي محاضره وبعديها سيكشن على طول. السيكشن بتاع ايه؟ معايا ذات معايا كمان فيها كويز برضو يوم الاحد الجاي. مالناش دعوه بريس مالناش دعوه. اه باشمهندس انا كنت شغال مع حضرتك كده بيقول لي ان اللايبراري فيها مشكله فمش عارف ليه. ايه اللي خليك تشتغل معايا؟ معلش معلش لا مش معلش. طيب بصوا يا شباب بس عشان يعني قبل ما تنح مع الاخ دوت انتوا معاكم الكتاب افتحوا الكتاب كده. حاضر ثانيه بس مهندس ما اخدوا مني الكتاب مش عارف ليه اخدوا منك الكتاب. اه والله اللي يتاخد كتابه يا برنس اقول له ايه. طيب اي ماشي خلاص انا جاوبت عليك. صفحه كام؟ صفحه 14 في رسمتين في رسمتين صفحة 14. الرسمة الأولى والثانية بتاعت الأوب أم بتاعت الأوب أم. أيوة. وفي رسمة صفحة 15 اللي تحت اللي هي الواين بريدج. أيوة. الثالثة. وفي رسمة اصبروا بس علموا بس على الرسومات دي الأول علموا على الرسومات دي الأول بعد إذنكم يعني. وفي رسمة صفحة 16 اللي هي التانية في اي سي تات خمسات وجنبه رسمة وتحتي رسمة الرسمة اللي تحتي أنا رسمة صفحة 16 اللي هي رسمة اللي تحت اللي تحت مهندس ممكن تقول تاني كده تاني صفحة 14 في رسمتين صفحة 15 في رسمة تحت على اليمين تحت خالص تمام. صفحة 16 في رسمة تحت صفحة 19 في رسمة فوق يعني 14 و15 و16 و19 14 و15 و16 و19 نقول كم رسمة قلناها مؤدي 1 2 3 4 5 5 رسومات والباور سبلاي الستة دول كده عندك كام مشروع؟ 6 مشاريع. يوم الحد اصبري يا بنت اصبري يا بنت انت يوم الحد يوم الحد هبدا تشيك مع واحد واحد الستة بروجكت دول خلصوا ولا لا. اوكي خلصوا ازاي بقى يا باشمهندس؟ ترسمهم لحد ما توصل للرسمه اللي انا راسمها دي بس كده. باشمهندس ممكن أيوة. بس حد يبعته مع الجروب عشان انا مش معايا الكتاب برضو. ماشي يا جماعه حد يبعتهم لزميله على الواتساب. طب افتح طب الفندق نرسمه. نعم فندم هاي كده الطريقه ازاي نرسمه؟ مش سامع انت بتضحكي يا بنت اصبري قولي كده بدون ما تضحكي. حضرتك كتبت الطريقه ازاي نرسمهم صح؟ ابعت الطريقه يعني باشمهندس والله عظيم ممكن اشتمك. امال لما مؤاخذه قاعد بقالي ساعتين بعمل ايه؟ باشمهندس نعم. طب الاسامي قولي يا برنس قولي يا برنس هتجيبيها زي ما انا جبت كده وتدوري تعملي سيرش تفحري كده لحد ما توصلي. طب هو بالنسبه للاوب اند اللي هي رسمه المثلث دي اسمها هيبقى موجود؟ لا موجود اسمها بس اسمها ايه بقى حضرتك تدوري؟
ادور على ايه ده؟ ادور على في اللايبراري دي كلها، في اللايبراري دي على ايه في ايه ده كتير قوي. معلش اتعبي، ما انت لو انت عملت سيرش وبدانا نجتهد و المعلومه اللي صدقوني اللي ادبوها نتيجه البحث والتدقيق افضل بكتير جدا من انا اقولها لكم. تمام، دي اللي هتثبت. نعم يا باشا، فاضل كام يوم؟ احنا كده اخذنا يومين، فاضلنا ثلاثه ان شاء الله. يا باشمهندس ممكن تفتح بس معايا التيم فيورر دقيقه بس، معلش انا اسف. حاضر حضرتك، هنخرج ولا لسه؟ لا ثانيه واحده، هاخد الجواب، هاخد الجواب وبعد كده اقعد معاك على التيم فيورر يا باشا. ماشي، هنفتح الكاميرا. ايوه، طب ثانيه، يعني جهزوا كده وظبطوا نفسكم عشان ناخد الغياب. طب باشمهندس احنا كده ما فيش حاجه هننفذها على البورد يعني، صح؟ كله على الكمبيوتر. لا لسه، احنا كل ده على الكمبيوتر. انت البورد دي هننفذ عليها في اخر يوم خالص، وانا يعني هعمل لكم فيديو تشوفوه وتعملوا زيه بالظبط. ماشي يا باشمهندس، تمام. نادي على الولاد. طيب نادي على الولاد. طيب حاضر يا برنس، حاضر. هلم حاجتي الاول علشان ما تضيعش، وبعد كده هنادي عليكم قبل ما الولاد يجهزوا. تمام، ما الولاد ممكن ما يكونش. طيب معلش يا باشمهندس، افتح الجروب بتاع الواتس عشان بس يبعتوا عليه الرسومات تاني، اتاكد منها. ماشي هو فين بس ال الله أكبر، بسم الله. ماشي يا شباب. لا لا باشمهندس، يعني اقول لكم برضو معلومه مهمه جدا، انتوا كويسين جدا اليومين دول، افضل بعد كده انتوا هتلاقوا العيال بتلعب فوق دماغي، فانتوا كده الهدوء بعد كده ان شاء الله نشتغل احنا زي الفل. نيجي بقى كده نشوف الغياب. ثانيه واحده بس نشوف الغياب بعد اذنكم. ايه الغياب؟ بس عندي سؤال يا باشمهندس. طب يا باشمهندس اتفضل. دلوقتي انا نيت فصل على موضوع 6 مشاريع ده، هو مش 6 مشاريع دي المفروض اللي هو التدريب كله، ولا هيتسلموا يوم الاحد؟ هيتسلموا يوم الاحد سكيماتيك. تمام كده. يوم الاحد دوت انا هعمل معاكم اللي اوت، وراجع معاكم السكيماتيك بتاع الحاجات دي كلها. ماشي، يوم الاثنين. ثانيه واحده بس حبيبي، يوم الاثنين هراجع معاكم اللي اوت، ويوم الثلاث انتم هتكونوا احرار فيه. هبعت لكم فيديو، الفيديو دوت هتشوفوه ازاي بيتعمل البي سي بي كطريقه، وانتم بقى تقعدوا تجربوا مع نفسكم في البيت. مهندس. نعم. هو حضرتك انا اسمه ده هيبقى عندي مشكله في يوم الثلاث، يعني يوم الثلاث يا حبيبي انا مش هدي، بقول لك هبعت لك لينك الفيديو. انت هتشوفه وتطبق زيه. تمام، يعني انا يعني يوم الثلاث مش هيبقى في حضور اصلا؟ يوم الثلاث حضرتك؟ لا لا، في حضور يا حبيبي، في حضور اول ساعه كده في حضور، هتم مع الغياب بتاعكم انتم موجودين، وابعت لكم لينك الفيديو تقعدوا تتفرجوا عليه بقى، وكل واحد مع نفسه ان شاء الله. طب هو انا ممكن ساعتها، واللي عنده مشكله ممكن ان شاء الله لما ننزل الكليه باذن الله يقابلني ونعمل الحاجات دي مع بعض عملي يعني في المعمل. طب هو ممكن ساعتها يوم الثلاث اكلم حضرتك الصبح وحضرتك تاخد الغياب وسافر ان شاء الله؟ ان شاء الله. تمام. طيب نبدا ناخد الغياب بس بعد اذنكم. الاخ احمد اسامه ابراهيم. احمد اشرف حسنين حامد. ايوه يا بعد اذنك شغل لنا الكاميرا بتاعت سيادتك كده. ايوه
كل ده مش شغاله؟ لا انا مش شايف. حلقة, حلقه ممتازه ما شاء الله. ايه ده مهندس حضرتك نزلت عليا؟ مين انت؟ احمد حسام. لا لسه رقم 4 انا لسه حبيبي لسه. بس احمد اشرف محمود محمد. خلاص يا احمد يا اشرف يا حسين. احمد اشرف محمود محمد. احمد اشرف محمود محمد. ايوه يا باشمهندس. ايوه فينك يا احمد؟ ايوه وريني شكلك كده يا بيه. فين يا باشا؟ انا مش شايف. انت احمد مكة؟ لا احمد مش عارف اصلا انا اللاب فصل فانا فتحت هو احمد مكة. ايوه هو احمد مكة يا باشا. ماشي يا باشا ماشي يا باشا. الكاميرا فتحت كده ولا لسه؟ اه فتحت وشايف السرير الحمد لله. طيب احمد 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 كده فتحت قدام ولا هو الاسلام الظاهر لي حاجه يا برنس؟ خلاص اقفل بس اقفل بطل فضايح اقفل. احمد حسام دي مصطفى. اه باشمهندس معايا. منور يا احمد. احمد رضا مشرف. على فكره اللي ياخد غيابه ممكن يخرج عادي مش مشكله. احمد احمد رضا مشرف فين؟ ايوه احمد رضا وريني. احلى دقن يا احمد ما شاء الله حبيبي. احمد عبد الناصر حسن علي. احمد عبد الناصر احمد عبد الناصر محمد بدوي. ايوه باشمهندس. اين انت احمد عبد الناصر محمد بدوي؟ اهو انا معاك اهو. فين؟ مش باين. اللي باين سواد. ايوه باشمهندس. شفتك خلاص يا احمد شكرا. احمد محمد خضري محمد همام. احمد محمد. ايوه باشمهندس منور يا احمد. الصوره بتاعت الديسبور دي. احمد محمد عبد العاطي الصادق. ايوه باشمهندس. ماشي يا عم صادق. احمد محمد محمد جاب الله. ايوه باشمهندس. ماشي يا عم جاب الله. احمد محمود احمد محمد علي. باشمهندس. ماشي يا عم احمد. اسلام احمد عبد العظيم عبد الله. اسلام احمد عبد العظيم عبد الله. يا اسلام اين انت يا اسلام؟ اه يا باشمهندس موجود اهو. والله مش شايفك حبيبي. اه شفتك يا اسلام. شوف يا اسلام. اشرف نبيل محمد حسن. ايوه يا باشمهندس. ماشي. المره الجايه بقى انا هخليكم تتصوروا قدام اللابتوب بتاعكم ووراكم الشغل ده عشان تكون مفيش اي شغل انتوا عملتوه. من المره الجايه يعني لازم توريني اللابتوب توريني شغلك والكاميرا شغاله كده لايف وانت موجود يعني. يعني كده نفتح من التليفون ونرجع لحوار. لا انت ممكن هنشار السكرين يعني ممكن تشار السكرين. اه صح بتاعتك. اه قفل خلاص ولا ايه يا باشمهندس؟ اه خلاص يا احمد انت ما شاء الله على السول يا احمد. اشرف مش احمد. اشرف ماشي سوري. ماشي يا باشمهندس. طب انا دلوقتي حركت المشكله بتاعت يوم الثلاث دي يا ابني. قلت لك خلاص يا دي الصبح هناخد الغياب وبعد كده انت اديك لينك الفيديو وتنطلق انت براحتك. ماشي ربنا يخليك. اخرج كده دلوقتي. اه اتفضل يا باشا من غير ما ترد. الاء محمد عبد الخالق. ايه ايهاب محمد صالحين عبد الرازق. ايه انا ما سمعتش اسمي يا باشمهندس. ماشي يا ستي شكرا يا دكتور. ايه نعم يا فندم. انا محمود محمد الهادي. لسه ما جيتش عند محمود والله. باسل محمود عرفه. اه باشمهندس. اين انت يا باسل؟ منور عم باسل.
بولا رؤوف بشارة جرجس ملاك نجيب. أيوة باشمهندس أنا جرجس. أين أنت أخ جرجس؟ ماشي زي الفل. حبيبة إبراهيم عبد المجيد. أيوة باشمهندس مع حضرتك. أين أنت يا دكتورة حبيبة؟ نور قاطع بس زار عند حضرتك؟ السواد دايما نور قاطع بس منورة يا ست. ماشي شكرا. الله يخليك يا باشمهندس. شكرا. حسام حلمي محمد عبده. أيوة باشمهندس. بس معسول يا حسام شكرا. الأخ آسف الأخت دانا علي محمد. دانا أين أنت يا دانا؟ مع حضرتك يا باشمهندس. مع حضرتك. ماشي يا ستي بالتوفيق. حضرتك شايفني ولا؟ يا فندم أحلى دانا يا ستي. دعاء مصباح أحمد حسن. أنا حضرتك. هي دعاء استأذنك من حضرتك. ماشي ماشي دعاء. رانيا رضا حسنين. معك يا باشمهندس. أين أنت يا أخت رانيا؟ موجود. مش باينة. مفيش حاجة باينة. ما في. أين أنت؟ تمام تمام ماشي يا ستي. ماشي. الأخت رنا طاهر. رنا ماشي يا ستي. رنا شكرا. روان محمد جودة محمد عليان. أيوة باشمهندس. أين أنت يا روان؟ فين يا بيت؟ ثواني ثواني. ماشي شكرا يا روان. شكرا. زياد سمير عثمان. أهلا عثمان. سمان منور عم زياد. أحلى. إيه الأصل يعني؟ إيه الأصل يعني؟ حسبي الله يا ربي. ماشي سامي مدحت. معاك يا باشمهندس. منور عم سامي. ساندرا ميشيل. أين أنت يا أخت ساندرا؟ أي يا باشمهندس مع حضرتك. السواد والباين. ماشي يا ستي شكرا شكرا شكرا. سلمى سمير صادق. أيوة أنا هنا هو يا باشمهندس. شكرا يا ستي سلمى. سلمى عصام جلال الشلاوي. أيوة باشمهندس. أين أنت يا سلمى؟ سلمى عصام. سلمى عصام ماشي يا ست سلمى شكرا. صادق أحمد صادق. صادق أحمد صادق اللي خد غياب ممكن يمشي على فكرة يا شباب. صادق ما حضرش النهاردة. صادق ما حضرش النهاردة. باش مهندس بعد إذن حضرتك ما تنساش تبعت الريكورد. حاضر يا فندم. مين اللي بيتكلم؟ أنا ساندرا. ماشي يا ست ساندرا حاضر. شكرا. بس أنا منقفه بقى عشان ما يبانش فيه الغياب ده.